بعد ثلاث مواسم فقط بين الكبار، سيراميكا كليوباترا يحصد أول بطولة في تاريخه. برباعية تاريخية أمام المصري البورسعيدي، نجح سيراميكا كليوباترا اليوم في الفوز بكأس الرابطة ليكون ثاني الفائزين بها بعد فيوتشر. تألق صلاح محسن ومحمد إبراهيم ومحمد شكري وعنتر وباقي اللاعبين، وظهر لاعبه المصري بمستوى ضعيف جدا على مدار التسعين دقيقة. أول مباراة لأيمن الرمادي مع سيراميكا كليوباترا تساوي بطولة، وكأنها مكافأة القضاء له بعد حزن كبير من أسبوع فقط على هبوط أسوان. خرجت جماهير المصري حزينة من المدرجات، ولكنها تملك فريقا يستطيع مع بعض التدعيمات أن يدخل الموسم الجديد بشكل يرضيهم. مبروك لسيراميكا كليوباترا دخول تاريخ أبطال الكرة المصرية. يا اهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من رقم 10 اليوم. سيراميكا كليوباترا بطلا لكأس الرابطة، رابطة الأندية المحترفة المصرية، البطولة اللي تقام للمرة الثانية على التوالي بعد ما فاز بها فيوتشر الموسم الماضي، يفوز بها هذه المرة سيراميكا كليوباترا. ولكن كيف فاز سيراميكا كليوباترا اليوم؟ فاز على المصري البورسعيدي بنتيجة رباعية مقابل هدف واحد. سيراميكا كليوباترا في أفضل نسخة له في هذه المباراة بأداء كبير جدا وأهداف مبكرة أمام حضراتكم. هدف أول لمحمد عنتر في الدقيقة 6 ورفض الاحتفال بالهدف كونه لاعب سابق في المصري البورسعيدي حتى لا يزعج جماهير المصري اللي كانت متواجدة النهاردة بكثافة وبظهور رائع جدا. هدف أول لسيراميكا كليوباترا. بعد هذا الهدف اللي أمام حضراتكم لمحمد عنتر، سجل صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 11. خد بالك، الهدف الأول صنعه صلاح محسن، الهدف الثاني سجله صلاح محسن بنفسه وصنع هدف كمان، يعني هو النهارده صنع هدفين وسجل هدف، تألق كبير جدا. عوض صلاح محسن بصراحة بشكل رائع جدا غياب أحمد ياسر ريان للإصابة وسجل هدف ده بطريقته. بصراحة النهاردة المصري لاعب مباراة، صلاح محسن النهاردة لاعب مباراة سيئة جدا على المستوى الدفاعي تحديدا يعني، وده هدف من أروع الأهداف الممكنة، حسام جريشة هدف تضييق الفارق في الدقيقة 54، بس ده واحد من أروع الأهداف الممكنة. الأروع بقى على الإطلاق الهدف اللي جاي ده، غالبا يعني هدف من الاهداف اللي جاي، مش ده هو ده حلو قوي بصراحه. وعلى فكره هو حسام جريشه واحد من اللاعبين اللي افتكروهم كويس قوي عشان يبقى واحد من نجوم الكره المصريه، يعني لعيب مهم جدا ومؤثر جدا ورائع جدا، رغم انه دخوله كان اضطراري بسبب اصابه دهموم، بس هو كان افضل لاعب المصري يمكن يعني. بص هدف ما بس ما يقدرش يعمل حاجه. بص بقى الحلاوه، بص الجمال، بص البورت كارلوس، بص طاهر ابو زيد، بص حمزه الجمل، بص محمد صبري، بص محمود ابو الدهب. قالوا لي محمود ابو الدهب، بس محمود ابو الدهب ما كانش اشهر، انا كنت شغال على الشوط بس. روين تلخبطوني انتوا. محمد شكري يا جماعه واحد من اللاعبين، خد بالك هو شاط 3 4 من زي دول كده في الموسم ده كله يعني. محمد شكري من اللاعبين المهمين جدا، والنهارده عمل مباراه دفاعيه رائعه جدا كباك ليفت، يعني بجانب التصويبات الرائعه هو مدافع قوي جدا في الناحيه اليسرى. محمد شكري هدف رائع جدا، بص الحلاوه، بص الجمال، ايه العظمه دي.
وبعد كده صامويل امادي البديل سجل اخر اهداف سيراميك كليوباترا في وقت كان فيه استسلام تام للمصري البورسعيدي في الدقيقه 89 وسط احباط شديد جدا لجماهير المصري اللي قطعت كل هذه المسافه عشان كانت بتمني النفس ببطوله بعد غياب 25 عام. اخر بطوله خدها المصري كاس مصر سنه 98، لكن المصري النهارده ما قدرش يحقق بطوله جديده بعد ربع قرن. مبروك لسيراميكا كليوباترا، بطوله مستحقه اليوم بصراحه. وتحيه للكابتن ايمن الرمادي، ظروف صعبه جدا بعد رحيل الكابتن حلمي طولان عن سيراميكا كليوباترا، الكابتن احمد سامي، معين الشعباني، حلمي طولان، ايمن الرمادي، تغييرات كثيره في الجهاز الفني، وضع سيء جدا لسيراميكا كليوباترا في جدول ترتيب الدوري الممتاز، نجوا من الهبوط في الجوله قبل الاخيره، واليوم يحقق سيراميكا كليوباترا اولى بطولاته التاريخيه في كرة القدم المصرية مع الكابتن أيمن الرمادي. أول مباراة بأول بطولة لسيراميكا كليوباترا. هل يبقى أيمن الرمادي مديرا فنيا لسيراميكا كليوباترا؟ طبعا أنت هتقول لي طبعا، أمال في إيه اللي هيحصل؟ هقول لك لا، فيها كلام. ليه فيها كلام؟ راجل كابتن أيمن الرمادي مخلص أموره مع نادي الظفرة الإماراتي. هو زي ما تقول كده إيه، كان بيدرب سيراميكا النهاردة ينقذ موقف ويشوفوا بعد كده يعملوا إيه. يعني ممكن ايمن الرمادي يكمل مع سيراميكا كليوباترا، بس كده كده اللي بقوله لك وباكده لك، كابتن ايمن الرمادي بعد هذه المباراه هيسافر على الامارات، يا اما يخلص اموره مع الظفره ويكمل مع سيراميكا، يا اما يكمل مع الظفره. مسؤولي سيراميكا كليوباترا فاهمين الوضع ده كله يعني. فهل الكابتن ايمن الرمادي مكمل ولا لا؟ الله اعلم. مع سيراميكا كليوباترا الله اعلم، فيها كلام يعني. دي هتبقى اغرب حاجه حصلت في تاريخ الكره المصريه، مدرب يجي مباراه واحده يكسب بطوله يمشي، تبقى أغرب حاجة دي الجديدة بقى. بس هو بصراحة راجل محترم، اجتهد جدا مع أسوان. خد بالك هو كان خرج مع أسوان من الدور التمهيدي في بطولة كأس الرابطة سبحان الله، ويكسب البطولة في الآخر، والفريق هبط معاه لدوري الدرجة الثانية. هتقول لي طب ما هو ده مسؤول عن كل ده، أقول لك لا، مسؤولية قليلة. ليه؟ إن الراجل ده اجتهد وتعب جدا، بس أسوان بلا إمكانيات تقريبا يعني، أمور كانت صعبة جدا جدا جدا، فالراجل عانى وحاول واشتغل وتعب واجتهد، بس الامور كانت صعبه جدا. المصري بقى النهارده جماهير المصري استقبلت الكابتن ميمي عبد الرازق افضل استقبال ممكن، والراجل بكى قبل بدايه المباراه، بكى من استقبال جماهير المصري. الراجل ده قبل هذه المباراه خلال 9 مباريات لعبهم مع المصري اتغلب مباراه واحده بس، وصل المصري انه يبقى موجود في المركز الخامس في الدوري، وصل المصري نهائي كاس الرابطه، وصل المصري انه موجود في دور الثمانيه في كاس مصر، عمل شغل محترم جدا. فانا نصيحتي لو تقبلها جماهير المصري اللي اكيد دلوقتي حزينه ومحبطه جدا، رفقا بالكابتن ميمي عبد الرازق وجهازه الفني، رفقا بلاعبي المصري، هي مباراه يا جماعه، والحاله بتبقى سيئه في بعض المباريات لفرق كبيره كثيره. فالنهارده ما كانش يوم المصري من الدقيقه الاولى، والخطفه خطفه يعني، هدفين في 11 دقيقه يخلصوا على اي فرقه. حاول المصري يرجع، بس النهارده سيراميكا كان افضل وكان متفوق بشكل افضل وكان ترجمته للفرص افضل. وان كان سيراميكا بجانب الاربع اهداف اللي سجلهم هو مضيع زيهم على الاقل، خد بالك زيهم على الاقل. فيستحق سيراميكا كليوباترا الفوز النهارده. هارد لك للمصري، يقدروا يبنوا على الشغل اللي حصل مع نهايه الموسم في الموسم الجديد، وتشوفوا المصري بنسخه مختلفه تماما الموسم القادم، نسخه افضل كمان من النسخه اللي كانت موجوده الموسم الماضي. نصيحتي للجماهير المصري تستحمل او تقبل مع حدث اليوم عشان فريقهم يكمل بشكل كويس، ونصيحتي ايضا لمجلس اداره النادي المصري نصيحه من القلب، ما تقعدش تلف حوالين نفسك على مدربين بقى مصريين او اجانب وتمشي وتقعد والكلام ده كله. الراجل اللي شغال دلوقتي ده راجل مخلص، راجل بيشتغل باجتهاد ومعاه جهاز فني محترم جدا، ده فيه جهاز فني فيه احمد الكاس وطارق السيد، فيعني اسماء كبيره في الجهاز الفني، والبقيه طبعا بدون ما انسى حد بس محترم. ما تكمل، خليهم يختاروا اللعيبه للموسم الجديد، خليهم يعملوا اعداد للموسم الجديد، بلاش اللخبطه اللي بتحصل كل موسم. انا اعتقد مشكله المصري دايما في التغييرات الكتير في الاجهزه الفنيه واللاعبين. هارضك للمصري، الف مليون مبروك لسيراميكا كليوباترا، اداره وجهاز فني ولاعبين استحقوا النهارده الانبساط والفرحه. طيب واحد من نجوم هذه المواجهه النهارده، واحد من اللاعبين اللي قدم مباراه كبيره جدا ورفض الاحتفال بعد هدفه
في اسلوب وسلوك محترم جدا هو الكابتن محمد عنتر نجم نادي سيراميكا كليوباترا. يا كابتن محمد، الف مليون مبروك الفوز النهارده وتالقك في هذه المواجهه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منور يا كابتن محمد، الف مليون مبروك. اخبار حضرتك ايه؟ ودايما متالق، انا متابع حضرتك. يا ربي يا ربي خليك يا كابتن محمد. النهارده عملت مباراه كبيره جدا ورائعه جدا انت وباقي زمايلك، بس تحديدا انت كنت واحد من نجوم المباراه. ربنا يخليك. انا طبعا اول حاجه يعني بقول لجمهور حضرتك ومجلس ادارته وببارك طبعا اداره نادي سيراميكا محمد ابو العينين، حاج محمد ابو العينين واستاذ طارق ابو العينين، والحمد لله ربنا كرمنا يعني الحمد لله. النهارده انتوا اشتغلتوا بشكل فني محترم جدا، وانا حتى وانا بتكلم على الجهاز الفني للمصري البورسعيدي قلت انه ما ينفعش تسيب صلاح محسن ومحمد عنتر تديهم مساحات. النهارده انت وصلاح محسن اشتغلتوا على المساحات بشكل كويس جدا وسجلتوا وضيعتوا اهداف برضه. طبعا والله الحمد لله. بص هو احنا معانا جهاز محترم ايمن الرمادي، هو راجل فتره قليله يعني الى حد ما حفظنا يعني، والحمد لله دي تعليماته طبعا والحمد لله اول ما نفذنا ربنا كرمنا الحمد لله. رفضت انت الاحتفال بعد الهدف؟ طبعا. بص كابتن كريم بمنتهى الامانه، النادي المصري يعني بجد وجمهوره ده بيتي. انا قعدت سنتين ونص وهم عزاز غاليين عليا، قعدت سنتين ونص غاليين يعني قاعد معاهم عايش معاهم وناس يعني بيحبوني وبيحترموني، وانا يعني بجد بحبهم واتمنى لهم كل التقدير، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمهم الفتره الجايه وربنا يكرمهم ان شاء الله، وعندهم مجلس اداره محترم بتكمل مستقل ابو علي، وربنا يوفقهم ان شاء الله في الخطوه الجايه. طب بعد الهدف انت عملت الموقف الجميل دوت وانت خارج بقى من المباراه، كنت متنرفز قوي ايه؟ والله لا كابتن كريم، انا اخر سبرنت ليا السمانه بتاعتي شدت فما كنتش عارف اتحرك. فهو كان في اسلام ده اخويا الصغير على فكره، لان انا كل اللعيبه الصغيره هناك انا يعني اعتبر يعني اخواتي كلهم تمام. فانا ما كنتش قادر اتحرك اطلع بسرعه، فبفهمه بس وجهه النظر، بس انت عارف طبعا شده ملعب وبتاع، وانا عن نفسي اول لما شفته بص على دماغه وبص على دماغهم كلهم وهم فريق كبير ووراهم جمهور عظيم وربنا يوفقهم الفتره الجايه يعني. طيب بالنسبه لك انت بقى، انت تحديدا وضعك ايه الموسم القادم؟ مستمر مع سيراميكا كليوباترا ولا في خطوه جديده؟ والله هو يعني في عروض كابتن كريم، بس انا والله مبسوط في سيراميكا، وصراحه بفضل الله منظومه منتهى الاحترافيه والاحترام، وانا يعني بس طبعا كله في الاول وفي الاخر ده راي النادي يعني، بس انا يعني بنسبه كبيره اكيد مكمل يعني. اكيد مكمل بنسبه كبيره. اه طيب الزمالك في منه عروض ولا مفيش من الزمالك عروض؟ والله يعني مش عارف اقول لحضرتك ايه، بس ده الزمالك طبعا. ده الزمالك، الزمالك برضه الزمالك ده بيتي الثاني طبعا. هو كل ما هناك طبعا الوكلاء شغالين بتوعي واكيد في يعني، بس والله كابتن كريم انا اكيد في مع سيراميكا، لان انا يعني عايز اعمل حاجه مع النادي واعمل حاجه لنفسي، لان انا يعني بصراحه يعني قصرت مع نفسي كتير في فتره من فترات، مش هجيبها في حد، بس انا قصرت في حق نفسي كتير، وكان مكان يعني كان المفروض ابقى في مكان تاني، بس الحمد لله واحده واحده ارجع، والحمد لله النهارده يعني حضرتك يمكن شفت يعني قدمت مباراه كويسه. طب كابتن محمد، انت قلت كلمه حلوه دلوقتي، انا بحب الناس اللي بتحاسب نفسها، انت بتقولي انت قصرت في حق نفسك، قصرت في حق نفسك ازاي؟ والله يا كابتن كريم يعني اغلبيه الاوقات في الزمالك يعني انا اول ما جيت كنت بلعب والحمد لله واخد بطولات مع الزمالك وكنت مؤثر جدا. صحيح. جت فتره عليا كده قعدت بدون اي سبب. انا مش هقول بقى يعني مش هقول مثلا جهاز فني وبتاع، اكيد هو مدير فني فهو اكيد شايف حاجه انا يعني كده انا مش شايفها، عشان كده دايما احنا لازم نحسس نفسنا زي ما انت بتقول. فاكيد يعني لو هو كان شايف ان انا كنت العب اكيد يعني كنت العب. تقصد ان انت لما جهاز فني وقعدك في الزمالك انت ما تقبلتش الموضوع، فانت لو رجع بيك الوقت تاني ما كنتش هتعمل كده؟ طبعا يعني هو بنسبه كبيره انا كنت مضغوط شويه، لان انا كنت جايب رقم كبير وكانت عليا خناقه بين اهلي وزمالك. صحيح. فكانت دي انت عارف طبعا يعني هي مش اثرت عليا ولا حاجه، بس كانت عليا لود كبير. وزي ما بقول لحضرتك برضو يعني انا يعني كنت اتمنى ان انا يعني اكمل واقدم حاجه كويسه، بس الحمد لله ربنا كرمني واخد ست بطولات برضه مع نادي الزمالك، يعني انت تاخد ست بطولات مع نادي الزمالك ده رقم كويس جدا طبعا، في ظل اصلا سنتين ونص انا ما عادش كتير برضه. وده اللي مخليك مش ممانع فكره انك ترجع الزمالك تاني في اي وقت؟
لا لا، الزمالك ده يعني بيتي، ولو هم طلبوني نلعب النهار، بس انا يعني على طول ناجي نادي كبير ونادي محترم. طبعا طبعا انا فاهم، فهم من الاول من صفات القرار. صحيح، بالتاكيد بالتاكيد. كابتن محمد الف مليون مبروك النهارده الفوز بالبطوله، وبهنيك بشكل شخصي على ادائك كريم، وده ما متعلق، وانا متابع حضرتك يعني، وده شرف متعلق. شرف ليا يا حبيبي، شرف ليا. انا بشكرك، شكرا جزيلا، وانت من اهله يا رب. طيب، لعيب كويس على فكره محمد عنتر، وزي ما هو قال، هو الفكره انه احيانا لاعب موهوب جدا، يعني ممكن تفكيره يروح خارج الملعب، تفكيره للمشاركه دايما لو المدرب قعده. بس هو دلوقتي لما سالته على قصه نادي الزمالك، ان في عرض مثلا من نادي الزمالك، قال لي اكيد، قال لي اكيد في، وقال لي ده وكلاء هم اللي بيتواصلوا معاه بخصوص هذا الامر. فهل يعود محمد عنتر لنادي الزمالك؟ الله اعلم، الله اعلم. هو مرتبط بتعاقد مع نادي سيراميكا كليوباترا، وبالتالي لو عاد لنادي الزمالك فلا بد ان يكون من خلال نادي سيراميكا كليوباترا. هو متالق السنه دي بصراحه مع نادي سيراميكا كليوباترا. طيب، كمان النهارده صلاح محسن تالق، وعايز اتكلم شويه دقيقه على صلاح محسن. لاعب موهوب جدا، امكانياته كبيره جدا، عنده نفس المشكله في رايي بتاعت محمد عنتر، انه احيانا مش مركز طول الوقت في ارض الملعب. لو ركز في ارض الملعب صلاح محسن هيبقى واحد من النجوم الكبيره في الكره المصريه، وهو برضو كان عليه الضغط بتاع الفلوس الكتيره اللي جاي بيها والكلام ده كله، راح النادي الاهلي، فالمفروض يتخلص من ده. خلاص فات زمن على الكلام ده، غالبا صلاح محسن هيرجع النادي الاهلي. وانا قلت لحضراتكم الخبر ده قبل كده، ان مارسيل كولر طالب صلاح محسن يرجع النادي الاهلي. محتاج يبقى مركز جدا في الملعب، موهبه كبيره جدا، موهبه كبيره جدا، ذكي، بيخلص حلو جدا، بيستخدم رجليه الاثنين كويس جدا في المساحات، هتلاقيه مش في المساحات، هتلاقيه موهوب، يعني لعيب موهوب. تلعبه جناح هتلاقيه، تلعبه مهاجم هتلاقيه. النوعيه دي مش كتيره في الكره المصريه، بس هو ما يقصرش في حق نفسه. النهارده افضل لاعب في هذه المواجهه بكل تاكيد. يعني بالمناسبه كمان، محمد شكري في بند في العقد بين الاهلي وسيراميكا كليوباترا، ان الاهلي لو حب يرجع محمد شكري يدفع 7 مليون جنيه شراء، وخلاص هو بيعه، الاهلي بيعه، بس لو الاهلي حابب يرجعه يدفع لسيراميكا كليوباترا 7 مليون جنيه. ده مش رقم كبير، بس الاهلي لسه ما خدش قرار نهائي في عوده محمد شكري حتى هذه اللحظه، لسه في كلام مين اللي هيبقى مع علي معلول الموسم الجاي، يكملوا بمحمد اشرف، كريم الدبيس لو ما طلعش، ولا يجيبوا ليفت باك او ظهير ايسر اخر. فلو ظهير ايسر اخر، لو الاهلي ناوي يشتري ظهير ايسر، فغالبا هيبقى محمد شكري غالبا، يعني اللي تالق النهارده، عمل مباراه كبيره دفاعيا، وسجل واحد من افضل اهداف الكره المصريه على الاطلاق. يعني مبروك لسيراميكا كليوباترا، خلاص دي صفحه، ومهم جدا سيراميكا كليوباترا كان يفوز. غالبا لو البطوله اللي من المقترح تقام خلال شهر او شهرين ثلاثه يعني بالكثير، بطوله النخبه، اللي هي بطوله النخبه اللي هيبقى فيها اربع فرق اللي بدل السوبر المصري، غالبا كده سيراميكا كليوباترا هيشارك. احنا بنتكلم في بطل كاس الرابطه، ده المقترح اللي هيشاركوا في البطوله، يعني الاربع فرق، بطل كاس الرابطه وبطل كاس مصر واول وتاني الدوري. لو البطوله اقيمت بالنظام ده، فسيراميكا غالبا هياخد مقعد في هذه البطوله، اول بطوله من هذا النوع. يعني نروح لاخبارنا النهارده. مصدر في النادي الاهلي قال لنا حكايه حلوه احكيها لكم. انا مش من الناس اللي كل شويه تقول ايه فاكرين لما انفردت مش عارف ايه. انا بقول دايما كلنا بنجتهد، كل الناس اللي بتشتغل في الاعلام بتجتهد، فما بمسكش في انفراد، بس دي تحديدا بتفاصيلها كلها قلناها هنا في رقم 10، من ممكن تقول من شهر شهرين كمان، من فتره يعني. محمد الشناوي قلنا من بدري انه عرض، عنده عرض من نادي النصر السعودي، وحكيت لكم الحكايه وهكررها تاني النهارده. العرض من نادي النصر لمحمد الشناوي، عاملين يقولوا احنا عايزينك تلعب معانا، او يعني الوكلاء او الوسطى اللي بينه، لازم تيجي النصر، احنا محتاجينك، احنا احنا احنا. لما محمد الشناوي طلب ان الموضوع في الاهلي يبقى فيه قرار، فالنادي الاهلي قالوا له موافقين من حيث المبدا، بس عايزين عرض رسمي، هات لنا عرض رسمي نشوفه وناخد فيه قرار. وهم موافقين من حيث المبدا ليه؟ احتراما لتاريخ الشناوي وبطولات الشناوي والتزام الشناوي طوال الفتره الماضيه. فقالوا له من حيث المبدا موافقين، بس هات لنا عرض عشان نبحث. فالنادي الاهلي النهارده ادى للشناوي مهله 48 ساعه، قالوا له 48 ساعه
يا يجي لنا عرض من النصر السعودي بشكل رسمي يا اما هنقفل الباب ده تماما. طيب ليه الاهلي مدي لمحمد الشناوي فرصه 48 ساعه عشان النصر يبعت عرض رسمي؟ 48 ساعه فقط ليه؟ عشان الاهلي وافق على رحيل علي لطفي بناء على فكره ان الشناوي مكمل. فقالوا له لو انت ناوي تمشي او العرض كان تمام وهنوافق عليه قول لنا بسرعه، او عايزين العرض بسرعه عشان نرجع كلامنا في قصه علي لطفي. نقول له لا اقعد بقى، لا استنى شويه، انت مش هينفع تمشي، الشناوي هيمشي، لكن الشناوي مكمل، يلا يا علي خد لك فرصه في حته تانية ونادي زد يعني تحديدا. لكن الموضوع كل شويه الشناوي يا جماعه في عرض من النصر، ماشي هات لنا العرض يا شناوي، احنا ما عندناش مانع. فالاهلي مستني العرض خلال 48 ساعه، عرض من نادي النصر السعودي. بالمناسبه نادي النصر كان فاتح خطوط اتصال مع كثير من حراس المرمى العالميين وحاطين الشناوي ضمن الخيارات، يعني هم حاطين الشناوي ضمن حراس مرمى عالميين عشان يتعاقدوا مع احدهم، ويبدو انه القرار على محمد الشناوي اتاخد في نادي النصر السعودي، بس ده هيترجم رسمي بعرض رسمي للنادي الاهلي اللي المفروض يحصل خلال 48 ساعه. في السياق متصل، عمرو السولية دلوقتي بيشوف مع بعض الوكلاء عرض خليجي للرحيل. عمرو السولية اقولها لك بمعنى عشان ما يبانش انه الراجل عايز يسيب الاهلي، اقولها لك بالمعنى الصحيح يعني او بالمعنى الحقيقي، بعض الوكلاء يتحدثون مع عمرو السولية عن عروض خليجيه. فعمرو السولية ابدى موافقه مبدئيه وطلب من هؤلاء الوكلاء عرض رسمي يتبعت للنادي الاهلي بناء على طلب من النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي برضو راح لعمرو السولية قال له لو عندك فعلا عرض خليجي خليه يتبعت بشكل رسمي، وتقديرا لما قدمته للنادي وتقديرا لتاريخك في النادي الاهلي ننظر في هذا العرض. طيب لو ما فيش عرض رسمي، لو ما فيش عروض خليجيه ترضي النادي الاهلي وترضي عمرو السولية، فعمرو السولية كده كده مكمل مع النادي الاهلي لنهايه عقده. دي برضو حكايه عمرو السولية. ماشي نروح لحكايه تانيه، بس ان الحكايه التانيه من عند نادي الزمالك. مصدر في نادي الزمالك قال لنا، مصدر مهم يعني في نادي الزمالك قال لنا ان في خطا اداري بيمنع انبي من الحصول على احمد عيد نهائيا. انتوا عارفين حكايه احمد عيد عشان ما افضلش اشرحها لكم كل شويه انتوا حفظتوها خلاص. الحكايه ايه؟ انه انبي، الحكايه الجديده يعني اللي على لسان مصدر بنادي الزمالك، ان انبي في العقد الموقع بين النادي انبي والزمالك بخصوص استعاره اللاعب احمد عيد مع احقيه الشراء، ما فيهوش توقيع اللاعب. فالزمالك شايف ان ده خطا اداري يمنع ان اللاعب يكمل مع انبي لو انبي دفع ال 3 مليون جنيه اللي هو اصلا بحسب مسؤول الزمالك انبي لسه حتى ما دفعهمش ال 3 مليون جنيه اللي يشتري بيهم اللاعب. فدي الحكايه بتاعه احمد عيد ونادي الزمالك وايضا نادي انبي. اتصور ان الموضوع ده محتاج قعده، يعني محتاج قعده بين مسؤولي الناديين ويخلص الموضوع. طيب لو بنتكلم على نادي سيراميكا كليوباترا منذ الصعود للدوري الممتاز، لو بنتكلم على ركيزه اساسيه في الفريق، لو بنتكلم على محور بناء هذا الفريق، يجي واحد في النص كده هو قائد الفريق، الشخص اللي دايما يؤدي بشكل رائع جدا، اللي دايما بيشيل مسؤوليه فريقه بشكل مميز جدا، اللي النهارده كان واحد من ابرز نجوم المباراه سواء على المستوى الهجومي او حتى على المستوى الدفاعي، دائم التالق بصراحه ودايما نتحدث عنه بكل الخير لانه دائما يقدم الاضافه لاي فريق بيلعب فيه، ما بالك انت مع سيراميكا كليوباترا يؤدي دائما وابدا بمستوى رائع جدا الكابتن الكبير كابتن فريق سيراميكا كليوباترا الكابتن محمد ابراهيم. يا كابتن محمد الف مليون مبروك النهارده اول بطوله سيراميكا كليوباترا. كابتن كريم حبيبي طبعا في البدايه بشكرك على الكلمه الجميله دي وسلام طرف حضرتك ومش عارف اقول لك ايه. لا ما تقولش اي حاجه عشان ده اقل من حقك كمان النهارده اكيد سعاده لا توصف بالنسبه لك شخصيا، بترفع كاس بطولة هي البطولة الأولى لسيراميكا كليوباترا.
اه طبعا اللي انت تاخد بطوله مع النادي دي في الدوري وتحصل معاه على بطوله دي بتبقى كبيره جدا، او لما تاخد بطوله بره الانديه الكبيره بتبقى لها طعم تاني. الحمد لله رب العالمين، ببارك لكل الناس اللي موجوده في النادي على البطوله، لان النادي فعلا يعني من ساعه ما طلع او من ساعه ما رحت انا في الدوري الممتاز والنادي ما قصرش في اي حاجه. ف الامكانيات الموجوده المفروض النادي يبقى موجود في حته تانيه، فان شاء الله يكون دي بدايه للنادي. ايوه حلو قوي الجمله اللي انت قلتها، عشان ده كان سؤالي اللي جاي، انه سيراميكا كليوباترا من ساعه ما طلع تدعيمات محترمه جدا، انا عارف حتى على مستوى حقوق اللاعبين وفلوسهم ومستحقاتهم الامور دي ما فيهاش اي مشاكل، اجهزه فنيه دايما بتبقى اسماء كبيره، ليه دايما سيراميكا في وضع غريب عن شكل الفريق او قوام الفريق سواء لاعبين او مدربين؟ بص، هو احنا طبعا الموسم الاول والثاني ممكن تكون بتبني فريق وكده، فممكن يبقى فيه عذر شويه، لكن الموسم الثالث المفروض يبقى الدنيا فيها اقلام اكتر، والمفروض يبقى الدنيا بيبان الاستثمار بتاع الموسمين الاولانيين. صح. الموسم ده كان فيه سوء توفيق غير طبيعي، احنا متعدين 16 ماتش، في ماتشات كتير جدا ما كنتش ينفع تتعادلها اصلا، انت لو الماتشات دي كنت كسبت نصها وخسرت نصها كنت ممكن تفنش في اول خمسه عادي جدا. صحيح. فدي كان دي كانت مشكله، اللي انت الموسم ما دخلناش فيه يعني كنا كان انا كنت من وجهه نظري كنت شايف ان في وقت من الاوقات المفروض كنا نفكر بتفكير احسن من كده، بس في الاخر الحمد لله رب العالمين قعدنا في الدوري، وده انا كشخصيا حاجه مش راضي عنها خالص، لان احنا زي ما حضرتك قلت اللعيبه الموجوده والامكانيات الموجوده في النادي الطبيعي يبقوا في مكان احسن من كده بكتير، وده زمايلي، واحسن حاجه في الموضوع اللي زمايلي حاسين بده، اللي هم حاسين ان احنا فعلا مش في المكان الطبيعي بتاعنا. وده كان يعني كان طموح او هدف كبير لينا، ان احنا النهارده ناخد بطوله عشان نحاول نصلح الموسم شويه. صحيح. اقول لك نصلح الموسم شويه، ولكن يعني خلاص لازم نتعلم من اخطائنا، لازم الواحد ما يفكرش في الماضي قد ما هو يتعلم من اخطاء الماضي عشان يقدر يستمر في اللي قدام. يعني فاتكم النهارده طبعا ان شاء الله المستقبل يبقى هايل، بس فاتكم النهارده يا كابتن محمد انه في خبرات في الفريق، انت بتتكلم بتلعب النهارده قدام جماهير كبيره، جماهير مصر ما سكتتش تقريبا ولا دقيقه، من الدقيقه الاولى انتوا اللي دخلتوا المباراه وانتوا اللي كنتوا الافضل، يعني ده فاد سيراميكا النهارده انه كان عنده عدد كبير من اللاعبين الخبرات يعني؟ طبعا عندنا الحمد لله في لعيبه كتير جدا واخده بطولات قبل كده، والحمد لله الفتره اللي فاتت قعدنا مع اللعيبه مره واثنين واتكلمنا واديناهم الحاجات اللي احنا تعرضنا لها قبل كده للماتشات دي. يعني احنا كنا مثلا بنتكلم قبل الماتش النهارده اللي احنا الماتش ده لو مصر ضغط علينا في الاول هنفضل طول الماتش كده، لو احنا اللي ضغطنا الماتش لا ممكن الجمهور ده يبقى معانا عادي جدا، فانت ليه ما نلعبش على الحته دي؟ والحمد لله رب العالمين كنا موفقين في دي، واللعيبه قدرنا يعني الفرص اللي جات لنا كان في توفيق من ربنا كبير فيها. وكان لنا الاسبقيه في المباراه، والحمد لله رب العالمين الماتش مشي زي ما احنا عاوزين وزي ما احنا مخططين له قبل الماتش الحمد لله. صحيح. النهارده انا شفتك بتلعب لاعب عنده 18 سنه جاري دفاع وهجوم وفي كل حته في الملعب، حسيتك اكتر يعني كل اللعيبه النهارده بصراحه في سيراميكا كليوباترا بتلعب برجوله كبيره جدا، بس حسيتك انت كنت مراقبك وانا بتفرج على المباراه انت مموت نفسك يعني. ما هو انت الطبيعي طبعا بشكر زمايلي كلهم تعبوا كلهم عملوا مجهود جبار، بس انت لما تبقى موجود في مكان ويبقى الناس واثقه فيك فانت بتبقى شايل مسؤوليه اكتر، واحيانا ممكن لما يبقى معاك لعيبه، احنا عندنا لعيبه كثير جدا لعيبه هايله اعمارها السنيه، فلازم في وقت من الاوقات يحسوا لما يشوفوك انت بتجري هم هيجروا اكتر منك. صحيح. فده وفي الاخر احنا في مقوله بنقولها ما فيش لعيب كوره بيموت من جهه. صحيح. الحمد لله كنا موفقين يعني، فمبروك لفرقة كليوباترا كلهم يعني على المباراه النهارده الحمد لله. النهارده الاحتفال بتاع الكاس ده انا شفته قبل كده. شيك. شيك. كنت مكلم شيكا ولا حاجه ولا بتبعت له رساله كده بالكاس ولا بتعمل ايه؟ لا بص، شيكا طبعا شخصيات كبير، والناس اللي وقفت جنب لما انا طلعت في اوقات الزمالك وانا على مستوى الشخصي بحبه جدا، و طبيعي ان انا لما يجي لي بطوله وانا اللي اصحى بقسم له جزء صغير منها، فانا طبعا بحمي له الحاجه الصغيره دي وبقول له هو دايما
قلبي يعني. انا على المستوى الشخصي بحب الشكرانه جدا. طبعا اسم كبير وانت طبعا اسم كبير طبعاً. كابتن محمد ابراهيم انا ببارك لك وبهنيك وبشكرك شكرا جزيلا واتمنى لك كل التوفيق بشكل شخصي ودايما سيراميك كليوباترا يكون في افضل حاله. بشكرك شكرا جزيلا. لاعب مهذب ولاعب رائع جدا ودائما وابدا في مستوى شبه ثابت، مش هقول ثابت في كل المباريات ولكن شبه ثابت. يعني محمد ابراهيم دايما هو الركيزه الاساسيه في تشكيله سيراميك كليوباترا. يتغير لاعبين، يتغير لاعبين قدام ويتغير لاعبين ورا في كل حته في الملعب. محمد ابراهيم مهم دايما في تشكيله سيراميك كليوباترا، وبرافو سيراميك كليوباترا ان هم قادرين يحافظوا كمان على محمد ابراهيم قائد للفريق. يعني نكمل اخبارنا. سمير فكري واحد من المتالقين جدا التالقوا مع فريق الداخليه هذا الموسم رفض العرض المقدم له من جانب نادي الزمالك في هذه الفتره. يعني لما سالنا هو ما بيرفضش نادي الزمالك بشكل مطلق، ولكن هو رفض الانضمام للزمالك في هذه الفترة وفضل عرض البنك الأهلي المستقر أكثر في هذه الفترة. عشان كده خلاص الراجل بقى لاعب في البنك الأهلي ومش هينضم لنادي الزمالك. هو متألق جدا وأبدع جدا هذا الموسم. ولكن الناحية التانية سيرجي أكا لاعب وسط الإسماعيلي اللي اتفق مع البنك الأهلي على الانضمام له في الساعات اللي فاتت تلقى عرض من نادي الزمالك لضمه، وهو رحب بالعرض. واللي خلاه يرحب بالعرض تمسك احمد حسام ميدو بيه، اللي الراجل ميدو اتكلم كتير عنه وقال ان هو هيفيد الزمالك لو انضم للفريق. في سيرجي اكا يعني لسه الكلام بين البنين. يعني لعيب مهم على فكره، واحد من اللعيبه اللي كانت جيده مع الاسماعيلي رغم الاسماعيلي بشكل عام كانت حالته سيئه، بس هو كان لاعب مميز جدا ومؤثر جدا. الزمالك قرر بيع شبانه، محمود شبانه. ليه؟ هم شايفين محمود شبانه ما قدمش اضافات كبيره خلال الفتره اللي لعب فيها، وان الفريق مش هيبقى محتاجه الفتره اللي جايه. عشان كده محمود شبانه تاكد خروجه من قائمه الزمالك في البطوله العربيه، ومش هيبقى موجود بشكل عام مع الفريق في الموسم الجديد، والزمالك بيستعد لبيعه. كمان الزمالك قرر استبعاد عبد الله جمعه من قائمه الفريق في البطوله العربيه. عبد الله جمعه مش من اللعيبه اللي اسوريو حاطط عينه عليها، هو مش هيبقى موجود في البطوله العربيه، وزيه زي محمود شبانه غالبا هيتم بيعه خلال الفتره اللي جايه ومش هيكمل مع نادي الزمالك. خد بالك كل بقول لك دوت يتوقف على ايه؟ يتوقف على قدره نادي الزمالك على انه يرفع موضوع ايقاف القيد عنه. عشان لو الزمالك ما قدرش هتلاقي بتكلم، لو الزمالك ما قدرش يرفع الايقاف بتاع القيد هيبقى محتاج كل لاعب عنده في القائمه، وبالتالي مش هيعرف يبيع اي لاعب، لا شبانه ولا عبد الله ولا اي حد، هيسيب كل اللاعبين اللي موجودين حاليا. يعني موضوع ايقاف القيد عن الزمالك هيتحل. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك الزمالك هيلاقي نفسه داخل في حاجات كتيره قوي. القصه بتاع سبورتنج لشبونه لفلوس، قصة أشيمبونج ليه فلوس، بعد شوية ممكن يطلع لك قصة خالد أبو طيب ليه فلوس. الزمالك هيلاقيه عنده بلقاية فلوس كده حلوة تقيلة يعني تزعل يعني، تمام؟ بس الزمالك هيدفع. هتقول لي إزاي مفيش فلوس؟ هيدفعهم، ما فيهاش. معرفش إزاي أنا، عشان برضو ما تقولش إنه هيدفعهم، دي اللي هو كريم عارف المعلومات، معرفش. بس أنا أتصور وأعتقد إنه مفيش حد جوه نادي الزمالك هيقبل انه الزمالك يخش الموسم اللي جاي دون اضافات ودون لاعبين جدد. اكيد ده ضغط مالي كبير جدا على نادي الزمالك، ضغط مالي كبير جدا. بحسب معلوماتي يعني اللي جات لي انه قبل يوم الثلاث اللي جاي الزمالك هيكون مخلص اموره في هذه القصه، هيسدد الفلوس اللي عليه ويترفع ايقاف القيد حسب معلوماتي. هتقول لي ايه؟ ما هو ممكن ما يلحقش يدفع او ما يدفعش قبل يوم الثلاث. هقول لك تبقى الامور اتغيرت، بس المعلومات اللي بتجينا منين؟ من جوه نادي الزمالك. بتتكلم في 1.5 مليون لنادي سبورتنج لشبونه، 1.5 مليون دولار طبعا، و 200,000 جنيه 200,000 دولار عفوا لشيمبونج. فتتكلم في 1.7 مليون دولار، رقم بس رقم يوجع يعني، تتكلم في ما يقرب من 60 مليون جنيه. كبير، رقم ضخم يعني، بس لازم خلاص. ماشي يعني مش وقته بقى ايه؟ مش وقته ان احنا نأنب الامور كلها على جماهير الزمالك يعني. لا
قال مين غلط ومين ليه وازاي وفين، وكنت بتجيب ليه وبتشتري ليه وتبيع ازاي، كل التفاصيل دي على جنب بقى دلوقتي. الزمالك في وضع حاليا محتاج ايه؟ محتاج يسدد اموره اللي عليه ويبدا يشوف صفقاته الجديده للموسم الجديد عشان يظهر الزمالك بصوره افضل قدام جماهيره عن الصوره اللي ظهر بيها هذا الموسم. نكمل اخبارنا. اتحاد الكره بيدرس الغاء قوائم الانتظار في الموسم الجديد. يعني كل فريق كان عنده 3 لاعبين بيحطهم على قائمه الانتظار لا بيلعبوا ولا بيتباعوا، تمام؟ اتحاد الكره ناوي يلغي القصه دي، وبصراحه وانا معاهم. يعني اللي مش عايز لعيب يسيبه يروح لنادي تاني يشتغل في حته تانيه يلعب، بس ما تطلعش من القايمه وتسيبوه لي بره يقعد في البيت. لا، اللي مش عايز لعيب يسيبه الفريق اخر يبيعه واللاعب يلعب وهكذا. اتحاد الكره كمان الموسم اللي جاي هيعلن بعد ايام قليله الشروط بتاعه الموسم اللي جاي، شروط القيد في الموسم اللي جاي، وغالبا هيبقى كل لاعب له الحق في ضم 30 لاعب في قائمته، وغالبا هيبقى اي 30 لاعب، مش اللي هو خمسه تحت السن و25، غالبا هيبقى اي 30 لاعب. طيب، الزمالك هيفتتح مبارياته في البطوله العربيه يوم الجمعه القادمه. انتوا عارفين الزمالك معاه الشباب السعودي والنصر السعودي والاتحاد المنستيري التونسي، هيلعب اول مباراه قدام الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعه القادمه في افتتاح مبارياته في البطوله العربيه. معايا عبر سكايب الان احد لاعبي فريق الاتحاد المنستيري ياسين الشيخ الولي، اللاعب الموريتاني المميز المنضم حديثا لفريق الاتحاد المنستيري. يا فندم مشرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. كابتن ياسين مشرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. الله يبارك فيك. بداية عندكم وجع قوية وكبيرة جدا أمام نادي الزمالك يوم الجمعة القادمة في افتتاح البطولة العربية، كيف تنظر لهذه المواجهة الكبيرة؟ إن شاء الله. اسمع عليك كابتن؟ أنا سامعك كويس، بسألك على مواجهة نادي الزمالك يوم الجمعة القادمة في البطولة العربية، كيف ترى هذه المواجهة؟ والله الحمد لله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لمباراة الزمالك، أكيد مباراة قوية، لأنه الزمالك أحد أفضل الأندية العربية وعنده مستوى أكيد معروف، يعني لا يخفى على أحد، بالتالي ما راح تكون مباراة سهلة، لكن إن شاء الله كلهم متفائلين خير إن شاء الله. لازم. انت منضم حديثا لفريق الاتحاد المنستيري، كيف ترى استعداد الاتحاد المنستيري وطموحه لهذه المباراه وهذه البطوله العربيه؟ الحمد لله، الاتحاد المنستيري هو نادي يتطور في هذه الاونه الاخيره، اكيد الامكانيات في مستوى البطوله، لكن نفس الشيء مثل ما قلت لك، الزمالك نادي كبير وعنده امكانيات كبيره، يعني الاتحاد المنستيري التحضيرات كانت مناسبه وان شاء الله خير، يعني متفائلين خير. متابع الزمالك، بتشوف بعض المباريات ليه؟ شفت بعض اللاعبين ليه؟ يعني تعرف الزمالك دلوقتي كيف تسير معه الامور؟ اكيد الزمالك، بالرغم ان الزمالك ما فاز بالبطوله المصريه وكذلك يمكن الكاس هذا العام، لكن دائما الزمالك عند المستوى مثل ما قلت لك، ان الزمالك يبقى نادي كبير حتى ولو ما فاز بالدوري او شيء، الزمالك منافس كبير. تعرف مين من نجوم نادي الزمالك؟ تتابع مين من نجوم نادي الزمالك في الوقت الحالي لو تعرف اسماء لاعبين؟ كل النجوم تابع مباريات الزمالك كل. طيب، الاتحاد المنستيري اكيد يعلم انه في مجموعه صعبه فيها الزمالك وفيها الشباب والنصر، مجموعه صعبه، طموحكم ايه في هذه المجموعه؟ قادرين على الصعود من هذه المجموعه؟ المنافسة إجبارية، يكون عندنا حظوظ إن شاء الله، ويمكن على الورق يمكن إحنا يعني ما نكون مرشحين نظرا لقوة الخصم الزمالك ونادي الأندية السعودية ككل، سوى الشباب والنصر هي أندية قوية وإمكانيات كبيرة، لكن في نفس الوقت دائما في الأخير
11 ضد 11 في الملعب ولازم نكون جاهزين للمنافسة. لو قدر لكم الصعود عن هذه المجموعة هتحب تشوف مين صاعد معاكم عن هذه المجموعة؟ بالنسبة لي أنا أتمنى الزمالك. تتمنى؟ بتشجع الزمالك. بتشجع أنت أصلا بتشجع الزمالك؟ أكيد أكيد. بتحب الزمالك بتحب يعني أنت بتتفرج على الزمالك من زمان؟ ما تليفون ما تليفون. هذا وصاك. أكيد. يعني أنت بتابع الزمالك من زمان؟ نعم من زمان متابع الزمالك. مين من لاعبي الزمالك تعرفهم من زمان يعني بتتفرج على مين من زمان؟ شخصيا ما اعرف اي لاعب. لا بتتفرج بتتفرج على مين كمان؟ اكيد على شيكابالا على زيزو. انت دي اول تجربه خارج موريتانيا ولا كنت بتلعب قبل كده يعني قبل ما تروح تحمل ستيري؟ لا لعبت من قبل في الدوري العماني كذلك لعبت في تونس قبل الاصابه. مواجهتكم قدام الزمالك تتوقع تنتهي ازاي؟ تنتهي بنتيجه ايه؟ ما اتوقع شيء، كل الامر انه احنا ان شاء الله مستعدين للمباراه. مثل ما قلت لك ما يعني ما هي مباراه سهله، لكن ان شاء الله الانديه التونسيه عندها مستوى خاص بها ولاعب خاص، بالتالي دائما ان شاء الله متفائلين. كابتن ياسين الشيخ ولي لاعب فريق الاتحاد المنستيري التونسي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله عبر سكايب قبل مواجهة نادي الزمالك في البطولة العربية يوم الجمعة القادمة في افتتاح مباريات الفريقين. طيب احنا لسه مكملين مع حضراتكم ونروح نكمل اخبارنا. احنا بنتكلم على مسؤوله اتحاد الكرة، كان في كلام عن انه مسؤول اتحاد الكرة هيلغوا الهبوط من الدوري الممتاز، وكان في كلام طلع من بعض المسؤولين في الانديه ان الدوري الموسم اللي جاي هيبقى 22 فريق مجموعتين كل مجموعه 11 فريق. اتحاد الكره نفنى هذا الامر جمله وتفصيلا وقال انه مفيش كلام من ده خالص، وان الدوري زي ما هو السنه الجايه 18 فريق والفرق اللي هبطت هبطت خلاص، ومفيش اي كلام او اي حاجه تم تداولها بخصوص هذا الشان، ومش ناويين بحسب اتحاد الكرة يعني ان احنا نتكلم في هذه الامور اصلا، وان الامور دي غير واردة بالمرة، ده بحسب مسؤولي اتحاد الكرة. طيب بالمناسبة القرار ده اصلا يعني الناس قالوا ان هو اتحاد الكرة اللي هيعمل كده، هو اصلا ملوش علاقة اتحاد الكرة بهذا الامر خالص خالص يعني. طيب تعالوا نروح نشوف تقرير عن استعدادات منتخب مصر لكرة السلة اللي بيستعد للمشاركة في كأس العالم المقبلة بدول الفلبين واليابان واندونيسيا في الفترة من 25 أغسطس وحتى 10 سبتمبر، ده بعد غياب 9 سنوات عن البطولة. بعدها هنطلع فاصل ونرجع مع الكابتن الكبير كابتن عبد الظاهر السقا، خليكم معنا. بعدين معسكر برج العرب يعني اتمرنا 4 ايام وكنا كويسين الحمد لله، خدنا اجازه يومين. النهارده احنا دلوقتي في معسكر بتاعنا فيس 2 بتاع المعسكر بتاعنا، بنتمرن هنا في حسب معسكرين في اكتوبر هنا يعني، بنتمرن كل يوم صبح وبالليل ان شاء الله عشان نقدم بطوله كويسه باذن الله. احنا بنلعب احنا عشان نوصل لاعلى مرحله ممكن نوصلها يعني، محدش هيبخل باي حاجه، كل اللي نقدر عليه هنعمله ان شاء الله عشان طموحنا عالي باذن الله في كاس العالم باذن الله. طبعا الحمد لله كان اول هدف بالنسبه لنا ان احنا نوصل، لعبنا على مدار سنه ماتشات كتير جدا، كان هدف صعب لان احنا بقالنا حوالي 9 سنين ما وصلناش كاس عالم، فالحمد لله خدنا اول خطوه. الخطوه الجايه ان شاء الله ان احنا نروح ونحاول نكسب على قد ما نقدر الماتشات اللي هنلعبها، في ماتشات صعبه طبعا، احسن 32 منتخب حوالين العالم، فربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر نعمل حاجه كويسه للمنتخب ولينا يعني. بابايا طبعا كان بيلعب باسكت هنا وفي مصر يعني، فطول عمري يعني بحاول اقلده يعني، فطول عمري بحاول اجي يعني كاس عالم مع المنتخب زيه. كل مره وانت صغير تحس الكاس العالم مش نفس الحاجه، بس تيجي هنا نفس الماتش تلعب ضد ماتش يعني بتجهز نفس الواي يعني، انت كل طول عمرك بتلعب ماتشات، فمش مش حاجه ديفرنت يعني. الجيل ده تاني مره ناس كتير تكون بتلعب كاس عالم، واغلبيه الناس لعبت كاس عالم شباب، اكيد كنا مبسوطين جدا، بس هو الراجل كوتش روي من ساعه ما جه من سنتين وهو هدفه واحد بس معانا ان احنا
مش نوصل كاس العالم بس، لا ان احنا نكون احسن مركز افريقي في كاس العالم عشان نقدر نوصل اولمبياد ان شاء الله. اهم حاجه ان احنا نكون مصدقين ان احنا نقدر نعمل حاجه، دي اهم حاجه الفتره الجايه، انت تصدق ان انت تقدر تعمل حاجه، ما تبقاش مخضوض، ما تبقاش خايف، وده اللي هيساعدنا في الماتشات اللي هنلعبها. احنا هنلعب فرق كبيره، هنلعب جورجيا نفس يعني قريبه من مونتينيجرو في كاس العالم، هنلعب منتخب الصين، هنلعب فرق كبيره، يعني ان شاء الله تقدر تخلينا رايحين جاهزين ومش خايفين من الماتشات اللي هنلعبها. طبعا مهم جدا، يمكن كوتش روي بيتكلم معانا دايما في الحته النفسيه، وان احنا ما يبقاش عندنا راهب بالذات ضد فرق كبيره والاوروبيه زي ليتوانيا اللي معانا في المجموعه. يمكن ما قابلناش الفرق زي دي، فاحنا يعني مبسوطين قوي ان احنا الاسبوع الجاي رايحين سلوفينيا وايطاليا، هنلعب الصين وجورجيا، فرقتين كويسين قوي ومصنفين عالميا، فدول الماتشين هيبقوا مهمين قوي، ولسه عندنا كذا ماتش تاني برده في ابو ظبي قبل ما نطلع على الفلبين ان شاء الله. اول حاجه عايزين ان احنا نقدر نتاهل من دور المجموعات، المجموعه بتاعتنا صعبه، فعايزين اول حاجه ان احنا نتاهل من المجموعه بتاعتنا، وتاني حاجه طموحنا ان احنا نبقى ناخد احسن مركز في الفرق الافريقيه عشان نتاهل للاولمبياد مباشره. الفرق كلها تبقى عندها هدف واحد، وان مش مسموح بالاخطاء الصغيره اللي هي ممكن بعد كده تبقى مؤثره في النتائج، والتركيز في كل تفصيله وكل تدريب وكل ماتش، هو ده ان شاء الله يخلينا ان احنا نعمل احسن اداء ممكن ومنه الاحسن نتائج ان شاء الله. اللعيبه جايه الحمد لله جاهزه ذهنيا وبدنيا، كلهم متحمسين مشاركة كاس العالم بعد فتره طويله، فهم جايين مركزين وكلهم على هدف واحد. طبعا البدايه دايما بتبقى بطيئه واحده واحده، بس يعني ان شاء الله خلال الاسبوع الجاي مع المشاركات والماتشات الوديه في اوروبا ان شاء الله نقدر ان احنا نطور يوم بعد يوم الاستعدادات لغاية لما نوصل ليوم 25 إن شاء الله. وتلعبت وتشاط يعد عبد الظاهر السقا مدافع المنتخب الوطني السابق واحدا من أهم أفراد جيلين ذهبيين للفراعنة، وعلى رأس المتوجين ببطولة كأس الأمم الإفريقية، بالإضافة إلى أنه واحد من أفضل المحترفين وأكثرهم استمرارية في تاريخ مصر. بدأ مسيرته الكروية مع نادي المنصورة، والتي لم تكن سهلة على الإطلاق، فهو ليس لاعبا في صفوف الأهلي أو الزمالك، لكنه بفضل تألقه انضم إلى منتخب مصر تحت قيادة الراحل محمود الجهري من المنصورة، وشارك في كأس الأمم الإفريقية 1998 وتوج خلالها باللقب، والذي كان بوابته للاحتراف الأوروبي في تركيا. انطلقت مسيرة عبد الظاهر السقا الاحترافية عام 1999 بعد تألقه مع المنتخب الوطني عبر فريق دينزلسبور، والذي قضى فيه 3 مواسم شهدت الكثير من النجاحات، وشارك خلالها في 66 مباراة بجميع المسابقات، ونجح في تسجيل 4 أهداف. وبعد رحلة مع دينزلسبور قرر السقا شد الرحال إلى جينشلر بيرليجي ليرافق الصقر أحمد حسن. حجز السقا مكانا أساسيا في تشكيلة الفريق، ولم يمر الكثير حتى توج في الموسم الثاني له مع نفس الفريق بلقب أفضل مدافع في الدوري التركي وقتها. حافظ عبد الظاهر السقا على مكانته بين الكبار في الدوري التركي، وتوج بلقب أفضل مدافع للمرة الثانية على التوالي، لينتقل بعدها إلى صفوف كونياسبور ليستمر معه في 3 مواسم. يعود بعدها مرة أخرى إلى صفوف جينشلر بيرليجي من جديد، قبل أن ينهي مسيرته الاحترافية مع إسكشهير. عاد السقا بعد ذلك إلى الدوري المصري من بوابة إنبي، ليحقق معه لقب كأس مصر قبل أن ينهي مسيرته الاحترافية.
مسيرة المدافع الرائعة على المستوى الدولي لم تتوقف عند تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية عام 1998، بل إنه نجح في التواجد مع الجيل الذهبي مع حسن شحاتة محققا بطولتين أخرتين، وهما كأس الأمم الإفريقية عام 2006 و2010، ليصبح واحدا من أبرز المدافعين في تاريخ كرة القدم المصرية. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. زي ما قلت لكم كده قبل الفاصل، هو واحد من اهم اللاعبين في تاريخ الكره المصريه واهم المدافعين في تاريخ الكره المصريه. المقدمه دي هتبقى مقدمه غير تقليديه عشان هو بالنسبه لي صديق وعزيز وشخص اتشرف بصداقته. طبعا اسم كبير في تاريخ الكره المصريه، بس على المستوى الشخصي هو شخص رائع جدا وهايل جدا ومن الناس الجدعه جدا الاصيله جدا، فانا بحبه جدا. وعاده المذيع مش المفروض يقول الكلمتين دول قبل ما يبدا يرحب بضيفه، عشان خاطر كده وكان الحوار هيبقى فيه مجامله، بس هي فرصه ان انا اقول الكلمتين دول قدام حضراتكم عشان هو شخص فعلا عزيز عليا جدا. هو ناجح جدا كلاعب، ناجح جدا كاداري، ناجح في اي مجال كان شغال فيه، هو طول الوقت اسم كبير جدا. الكابتن الكبير كابتن عبد الظاهر السقا ضيفي في هذه الفقره، المدير الرياضي بنادي فيوتشر. يا كابتن عبد الظاهر منور الدنيا حبيبي يا كيمو، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله، وحشني. احب اقول الكلمتين اللي من نفسي دول كده فرصه يعني عشان ما بعرفش اقولهم لك. وحشني وحشني كتير. وانت جدا يا كابتن عبد الظاهر، اخبارك ايه؟ مفتقدك والله. انا مفتقدك طول الوقت. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله بخير، كله زي الفل الحمد لله. النهارده سيراميك كليوباترا خد البطوله بتاعتكم. خد النهارده البطوله بتاعتكم. ربنا يا رب، الف مبروك بجد والله. عملوا ماتش هايل جدا. صح، يعني عملوا ماتش هايل جدا، كانوا مركزين جدا، والمصري شايف ان هو احتفل بالبطوله قبل ما يلعب المباراه. حلو. وده شكل وده فخ بيقع فيه بعض اللعيبه والمدربين واللي بيبقى عندهم جمهور ان هم بيحتفلوا قبل المباراه، وده شيء صعب جدا. انا حسيت ان انا وصلت لاخر النقطه. على الورق المصري افضل من سيراميكا على حتى شكل الجدول، في مركز خامس، سيراميكا في المركز ال13، الفرقه فيها التشكيله بتاعته تقريبا النهارده كامله بيلعب بيها، فهم كانوا حاسين زي ما انت قلت ان هو داخل ياخد البطوله. هو داخل احتفالات بورسعيد كلها المدينه يعني مستعده ان هيرجعوا بالكاس، وده شيء مش لازم كان يوصل للعيبه. ممكن انا كجمهور ممكن اصدق الموضوع ده، لكن كلاعب وكمعسكر صعب جدا. طيب قبل ما اخش اتكلم معاك على فيوتشر، عايز اسالك سؤال لا علاقه بالكابتن عبد الظاهر السقا. ليه اخترت العمل الاداري مش العمل الفني كمدرب؟ لا، هو عملي انا مش اداري، عشان انا خدت بوزيشن جديد كده، ويمكن الحمد لله رب العالمين كنت انا اول واحد العب الدور ده، وانا دايما الحمد لله حتى وانا لعيب كنت دايما احب ان انا ابقى مختلف، ابقى مش عادي، ابقى واحد يعني انا مش عايش وخلاص، لازم تعمل حاجه. صح. لازم تكون متميز، لو ما لقيتش الاختلاف في حاجه وتتميز في حاجه، لا ما بحبش اعيش كده خالص تماما، حتى وانا صغير حتى يعني الحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى وتوفيقه يعني. تتكلم من نادي المنصوره الاحتراف ل 112 ماتش دولي، 3 بطولات صحيح، وخارج الاهلي والزمالك، فانت بتعتبر يعني الحمد لله انجاز صعب جدا، جاي من شغل واجتهاد يعني. انت عرضت في 3 دقايق المشوار، لكن المشوار ده كان صعب جدا طبعا بسبب الموضوع. لما كمان بتبطل انت طول ما انت خارج القطبين انت بقى شغلك صعب جدا برضو. صح، يعني انه اللي بقى طالع من القطبين ده هو واخد بالظبط، واخد نجوميه جاهزه كده بيشتغل بيها. اللي هو يعني مش بمجهود يعني، مش بس بمجهودك انت، بمجهودك ومعاك نجوميه اهلي وزمالك بالظبط. فانت عندك، فانت هتعمل ايه؟ فانت برضو لازم تفكر وتجدد تفكيرك وتبقى ايه هتنجح في ايه وهتروح فين، طب هتنافس هنا، طب الماكسيمم بتاعها في رايح فين. صحيح. وانا الحمد لله بحب يعني لما اروح حته لازم اروح اعلى حاجه. حلو، ده هدفي دايما. طيب. في اي شغلانه انت قلت لي هو مش عمل اداري بس كمدير رياضي، مدير رياضي بيعمل ايه يعني؟ انت شغلة انت دورك المدير الرياضي إيه؟ اصلا هو اهم بوزيشن في النادي دلوقتي في اوروبا. صح. خلاص مفيش نادي في اوروبا او في الدول العربيه حتى دلوقتي. صح. مفيش حاجه هو في رئيس نادي، مفيش حاجه سبورتنج دايركتور، ده طبعا هو كل شيء. صح. هو اللي بيبني الفرقه مع المدير الفني، هو اللي بينظم كل حاجه، هو عضو مجلس اداره فني. صح. يعتبر عضو مجلس اداره فني مع المدير الفني اللي معاك. صح. تمام. لكن
ازاي الناس هتتقبل البوزيشن ده. في كمان جزء فيه جدا هو تطوير الانديه وده شيء مهم جدا ومحتاجينه جدا في مصر. وانا اشتغلت الاول فني، اشتغلت مع الكابتن حسن شحاته اسيست له في قطر، واشتغلت مع الكابتن شوقي غريب، اشتغلت مع الكابتن ضياء السيد اسيست له. كل الناس اللي اشتغلت معاهم دول اتعلمت منهم كتير جدا لانهم قامه كبيره جدا. وفكرت ايه اللي ناقص في المنظومه، ايه اللي ناقص، ايه الموضوع، الحلقه المفقوده فين. أيوة. ايه اللي بيعاني منها كل مدير فني طبعا، واللي بيعاني منه كل انديه. طيب كل جهاز كل فريق في مصر في جهاز فني ولاعبين ورئيس نادي بس. انما فين اللي في النص، حد في النص. فدايما كلمه مدير الكوره كمان انا مش بحبها قوي. لانه يعني ده مدير اداري، يعني ممكن يحجز بقى الاتوبيسات، يحجز الفنادق، يحجز وبنعمل كده برضه نفس الحكايه. لكن ان انت تبقى فني اداري، ان انت تبقى راجل بتبقى عارف المدير الفني احتياجاته ايه وهو بيفكر ازاي. فانت لازم تبقى فني، لازم انت النهارده يعني تعرف المدير الفني ده عايز اي نوع من اللعيبه. ايوه، وده شيء مهم جدا. ادوات النجاح عنده حاجه ازاي. فالمدير الفني بيعاني كتير قوي عشان يكلم حد من مجلس الاداره. وتقريبا مشكورين مجلس الاداره، ما بقوش ساعات كلهم لعب كوره، ما بقوش كلهم مدربين صح. او اشتغلوا مدربين صح. ما بقوش كلهم اشتغلوا اداريين. فهتلاقي حته عندهم ناقصه ديت. فهو لما يجي يكلم رئيس نادي على طول هو مش فاهمه. هو انا بقول له مثلا عايز لعيب بقدرات 1 2 3 4، فالمدير الفني بيقول له طب ما تاخد ده. انا ده مش زي ده بالظبط كده، عشان دي حلقه مفقوده. هو المدير الرياضي اللي هو الوحيد اللي عارف، اللي هي شخصيه الفرقه. صحيح. شخصيه الفرقه الفنيه صحيح. في شخصيه فرقه فنيه وشخصيه الفرقه اداريا وشخصيه النادي عامه. صحيح. انت اللي بتعمل كل ده. صحيح. انت اللي بتعمل كل ده. لكن اولا لازم وانت بتجيب المدير الفني عارف المدرسه اللي هو بيحبها بتبقى عامله ازاي تماما يعني. وبتبقى عارف ايه ادوات النجاح بتاعته اللي انت تقدر توفرها له عشان ينجح. عشان يكون موجود دايما، ما عندوش الاسئلة او يعطل دايما. بتيجي ايه، تلاقي نجاح وبعد كده فشل. صح. تلاقي نجاح وتلاقي فشل. صحيح. جايه بقى الحته دي موجوده، بتبقى عامل ازاي؟ بتبقى وصله الهمز ما بين الاداره والمدير الفني. طيب لو انت مش فني، لو انت مش فني مش تعرف تنقل وجهه نظر المدير الفني. في حاجات دايما بيبقى في صدام ما بين المدير الفني ومجلس الاداره. أيوة. اللي بيحلها انت. ليه؟ لان انت بتشرحها اداري. ايوه. على احساس انها فني. لان انا محتاج ده عشان يعمل كده. لو انا هعرف اتكلم فني مع المدرب وهعرف اتكلم اداري مع الاداره. بالظبط كده. فانت لو مش لامم الحتتين. صحيح. لا انت اولا لو بقيت كويس عند مجلس الاداره هتبقى وحش عند مدير الفني. ولو بقيت حلو عند مدير الفني هتبقى وحش عند مجلس الاداره. صحيح. فهو مركز حساس جدا. والاهم بقى، الاهم هو تكوين الفريق. انت هتكون الفريق ده ازاي؟ هتكون البادجت ده ازاي؟ خلاص. فانت كمان بتشتغل مالي. فانت لازم تكون مالي، اللي هو برضو عشان بحب اشرح للناس التفاصيل، اللي هو مثلا انا اداره النادي جيت قلت لك يا كابتن عبد الظاهر انت معاك بادجت 100 جنيه بس، 100 مليون يعني عشان ما احنا خلاص مش 100 جنيه 100 مليون بالظبط. فانت ال 100 مليون دول بقى هات بيهم مثلا ايه باك ب 3 مليون، وهات مهاجم ب 10 مليون، وهات بس هتتحرك في المية ما تزودش عن كده. فانت بتتعامل مع المدرب بهذا الامر مثلا يعني. ما هي كل ده بتاثر. هي كلها حلقات بتربط بعضيها. يعني انت تقول لي 100 مليون بس انا عاوز اخد بطوله افريقيا. صح. وعايز احسن لعيبه في مصر. واحسن لعيبه في مصر كلها. ازاي؟ ازاي؟ صح. فاهمني؟ فلا انت عايز بيجي والمدرب يجي يطلب منك كمدير رياضي عايز لعيب ب 40 مليون جنيه. جنيه. طب ما هو مش عارف اجيبه. هو في مدرب عايز يفشل؟ لا طبعا. صعب جدا. صح. لكن في مجلس اداره حامل هم الصرف هيبقى عامل ازاي؟ صح. وليه انا بصرف؟ اه. فانت لازم تفهمه ازاي بيصرف عشان يلاقي نجاحات. مزبوط. عشان يطور، عشان السبونسر. صح. حاجات كتيره جدا، شغل كتير جدا عشان تقدر تعمله لازم تكون لامم الحتتين. حلو. انا عايز بقى الفن والاداره. انا عايز بقى انا فرصه يعني، وجود حضرتك النهارده موجود عشان نعرف تجربه فيوتشر من اولها لاخرها. بمعنى ايه؟ انه في انديه الناس بتشوف دي بيقولوا عليها انديه استثماريه في مصر، انديه داخله عشان تصرف وتكسب فلوس. الناس بتبقى فاكره الانديه دي بتبقى داخله تصرف وخلاص، اللي هو مش ناوي اكسب، انا هصرف. أيوة بس اشتري و... فالمنظومه بتاع فيوتشر، انا كنت بتكلم معاك في التليفون قبل كده، فيوتشر منظومه تدعو الناس تعجب بيها. ليه؟ كونت بشكل سليم على مستوى الفريق اللي انت كنت لسه بتقوله دوت.
مين اللعيبة الخبرات، مين اللعيبة الشباب، مين اللعيبة اللي هستثمر فيها، مين اللعيبة اللي هاخدها إعارات، تحس إن المنظومة ذكية مش منظومة وخلاص اللي هو أنا بشتري وخلاص. فاشرح لنا من ساعة ما بدأ فيوتشر، هنتكلم في موسمين رائعين جدا عملهم فيوتشر لحد هذه اللحظة، عملتوا إيه وحصدتوا إيه حتى هذه اللحظة؟ الموضوع ممكن أحكي لك عليه في نص ساعة، لكن موضوع صعب جدا وكبير جدا والحمد لله. رقم واحد يعني أنا أول واحد كلفت بالمهمة دي إن أنا أكون مدير رياضي للفريق، فمطلوب مني إن أنا أجيب مدير فني وجهاز طبي وجهاز إداري وعمال لبس ملابس ولعيبة. صح. لو أنا واخد زي ما بيقولوا كده إيه، واخد الشقة على المحارة. هي ده بقى اللي فرقت معانا السنة دي، ان انت بتشتغل في بيتك، بتشتغل في اللي انت بنيته، بتشتغل في اللي احنا كلنا اول ناس جينا المكان، او احنا اللي عملنا، احنا اللي جبنا الترابيزة دي، احنا اللي جبنا الجيم، احنا اللي جبنا، فبتتعامل انه بيتك. فلما بيجي يحصل اي مشكلة انت ببيتك ما بتيجي تحل مشاكل في بيتك غير ما بتحل انت شغال في مكان. صحيح. وانت عشان انت كمان اللي مؤسس، فانا جاي عارف شغال في مكان، فانا عندي شروط انت ما نفذتهاش، السلام عليكم وعليكم السلام. صحيح صحيح. فهو ده الانتماء. الانتماء جاي منين؟ من عندنا احنا، وتلاقي في حرقه، وتلاقي ايه ده انت مثلا مش في نادي جماهيري، ولا الحرقه جايه او التعصب، او ان انت عايز تنجح، انت عامل المكان ده، فانت مش عايزه مش عايز يبوظ. انا اللي باني. فالمكان ده اتعمل ازاي؟ لو كنا اشتغلنا بالسرعه اللي احنا اشتغلنا فيها بس ما فيش فكر، كنت هتفشل برضو. أيوة. خلاص. لكن معاك اداره قويه، وده شيء مهم جدا، في ظهرك وعطيك السبورت. وبتقولك اشتغل بفكرك. دي كانت اول حاجه كانت عجباني في الموضوع، ان انت هتشتغل بحريه، ما عندكش مجلس اداره يقعد يقول لك انت بتعمل ايه. خلي بالك ده بيفشل اي حد بيشتغل طبعا. لا، وواحد زي حالتك كمان، انت راجل مش موظف، يعني لو انا مش جاي هاخد مرتبي اخر الشهر، انا اسمي مدير رياضي وسلام عليكم، لا انا عايز اشتغل اصلا على انا اخد كام. انا ما صدقت. وانا جاي من الاحتراف، خلي بالك انا احترفت 12 سنه. فالموضوع ده مأثر حتى في شخصيتي. فلما باجي الاقي في مصر هنا بعض التصرفات من الانديه، او بعض التصرفات من لعيبه او اجهزه فنيه، انا ببقى تعبان، بس هوصل لمرحله ان دايما اشتكي. وانا ما بحبش ابقى واحد شكاي. انت عايز تنجز او احس بالمظلوميه. ايوه. انا مش الشخص ده تماما. انا بشتغل. انا بس بشتغل. انت مش هتصلح الكون. صحيح. لكن على الاقل خالص لما اكون في حته صلحها، تبقى اعمل الصح اللي فيه، مش تعمل تتكلم يلا خش وريني هتشتغل ازاي. صحيح. وده الشيء المهم جدا. فعملنا الفرقه بعملية اختلاف ربنا سبحانه وتعالى، ان انت طول ما انت عندك ادوات مختلفة هو ده منتهى الكمال. بمعنى يعني تكوين الفريق ده لوحده هو فلسفة واستراتيجية مهمة جدا. أيوة. ان انت اي مدير فني عاوز يلعب باي طريقة هيلاقيها، تبقى موجودة. يعني عايز تلعب باربعة اربعة اتنين كويس جدا. عايز تلعب باربعة اتنين تلاتة واحد موجودة. وبالتالي انا بجيب نوعية اللعيبة اللي تفت مع اي طريقة من الطريقة ديت. بالظبط. فالادوات ديت لازم احنا كادارة والمدير الرياضي نوفرها للمدير الفني. هايل. للمدير الفني. فدي بقينا نرسم ورق ونحط اسماء ونفشل في صفقة ونجيب الصفقة اللي بعدها بس شبهها. عشان كده هتلاقي في كل وظيفة، كل بوزيشن عندنا هتلاقي واحد واثنين وتلاتة. صح. ولما بيلعبوا اي حد فيهم نسبة التأثير ما بتبقاش واقعة. صح. لان في الفروقات مش كبيرة خالص. تمام. خالص. وبعدين اللعيبة اللي عندكم كمان فيهم ميزة انه في اكتر من اللاعب اللي يقدر يلعب في اكتر من مركز. بالظبط. فدي كمان فكرة كانت صفة مهمة جدا، كل اللي بتجيبه كان لازم عنده هدف. كان لازم يكون عنده طموح، كان لازم يكون عنده مساحة نجاح لسه في عمره عاوز يعملها. فكان بيحصل بعض الجلسات مع كل لعيب، خلي بالك أنا مضي فوق 62 لعيب عقد، لكن في لعيبة ما حصلش الشرف إن أنا أشتغل معه، عشان حسيت في وقت من الأوقات إن الراجل ده ما عندوش طموح. قالوا انا جاي انا اعلى من النادي. بالزبط. انا جامد. بالزبط. انا كبير وحققت كل حاجه. معلش انا هشرح دي برضو للناس عشان بحب انا كل جمله اقف قدامها. يعني انت تقصد انه
انا ما رحتش جبت اللعيبه، مش لازم يبقى الفرقه كلها لعيبه صف اول، اللعيبه اللي هي واخده بطولات قد كده اهو، بيجي كل واحد فيهم يحس انه انا اوريدي اكبر من، انا تاريخي لا 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 اكبر من، بطبيعه الحال هو تاريخه هيبقى اكبر من تاريخ الفيوتشر اللي هو بقاله سنتين. فانت حاولت ما يبقاش الكلام ده موجود، مش بالزبط. مش اللي هو انا اقدر ادفع واشتري فاشتري، لا لا خالص خالص اشتري لعيبه الصف خالص. تمام تمام اتفضل. وكنت وعينك بقى اللي موجوده تمام. كان ساعتها اول ما بدأ النادي كنا بالكابتن محمد يوسف الاول طبعا فاكر، وكان مشترك معايا في الكلام ده كله وتعب معانا في الحته دي. وبعد كده كابتن علي لما ساب المصري تمام تولى هو المهمه، فلما اتعرض عليه السكواد كان فرحان جدا، كان فرحان جدا. اه يعني دايما لما تجيب مدرب غير المدرب اللي اختار يقول لك ليه ده ده كنا لا لا خالص خالص انت جبت ده ليه، ده في لعيبه كان عاوزها واحنا خدناها منه اصلا اصلا يعني كان هو واخدها في المصري وكان مش عارف مين اللي بوظ له الصفقه وخدها فطلع انا فانت جبت الكابتن علي نفسه. فالكابتن علي لما جه بقى اضاف لنا الحمد لله بشيء كويس جدا، وده اللي ساعدنا بشكل كبير جدا، لان لما يكون ما عندك مدير فني كبير اللعيبه بتيجي عليه صح برضو تيجي على اسمه بالظبط. كان عندنا نتجه تاني لقط اللبس وده شيء مهم جدا، وده 70-80% من الانديه سبب الـ 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 الخساره او سبب اي حاجه هي قط اللبس. اللي هو انت بيبقى عندك فريق بتشوفه تقول بالزبط. عليه ايه ده عنده تشكيله حلوه جدا وجهاز فني محترم بالزبط. جدا وتاني النتائج بتاعته سيئه، ما تفهمش بقى النتائج سيئه ليه. هي دي انا بمثل قط اللبس بالبيت اللي هو ايه، لازم يكون عندك الجد والأم والأب والأخ الكبير اللي ينصحك والأخ الصغير. فلو أنت عرفت تعمل ده تبقى موجود، تبقى موجود التسلسل ده. لو لقيت طفل صغير في البيت المكونات اللي أنا بقولك عليها دي موجودة هيطلع سوي، هيطلع عنده أصول. في واحد اللي بيزعق وفي واحد بالزبط. اللي بينصح، في واحد اللي بيطبطب بالظبط، كل ده موجود لو موجود. في واحد جرب صح. في واحد شاف نجاح، ده نجاح. في واحد تاني عاوز ينجح، في واحد تاني اول ما جه بص للي جنبه ايه ده انا معايا الناس دي موجوده فانا عايز ابقى زيهم. عمليه التواصل صح بتاعه الاجيال صح. اللي موجوده صح. فاتنين طب انت لو عملت كده فانت هكون ممكن تكون لا تجيب ناس سنهم كبير قوي لا تجيب ناس صغيرين قوي صحيح. فانت لو عبيتك في عيال صغيره كتير المشاكل هتكتر صح. ولو جبت الكبار انت فرقه كبيره مش تقدر تنفذ او هتقدر تنفذ اللي عاوزه الكابتن علي منك من ضغط وشو عندك مجهود صحيح. فرقه كبيره، فرقه شيخوخه، فرقه مش احسن حاجه. فازاي التوازن ده يحصل؟ طب تجيب ناس بتبطل وبعد كده بقى ايه تيجي تاخد فلوس. وفي الاخر خالص انا بنصحك لما الولد الصغير لما يقول لك انت بتنصحني ما تشوف نفسك لو انت بتلعبش اساسي صحيح. طيب كابتن عبد الظاهر في اللحظه دي وانت بتحاول تتحكم في اوضه اللبس بشكل جيد اكيد كان بيحصل مشاكل طبعا. يا نهار ابيض. ايوه هي دي النقطه عشان الناس بتفتكر انه لا لا معنى خالص معنى الهدوء انه مفيش مشاكل. لا 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 خالص 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 تمام. اول سنه زي اول سنه جواز انت كان اي حد اتجوز صح بيبقى فيه نوع من التطبيع لسه بنفهم التطبيع على بعض صح. انا بحب كذا انت ما بتحبش كذا تتكلمنيش في الاسلوب ده انت تكلمناش في الاسلوب ده. كل واحد جاي بشخصيته في ناديه صح. فازاي كل الشخصيات تجتمع تبقى شخصيه فيوتشر. فدي كانت الاصعب حاجه في الموضوع اول 3 شهور. هنا زي ما بيقولوا يعني في نجاح، هنا تخلع التيشيرت اللي انت جاي بيه وتلبس تيشيرت فيوتشر. فكنا عاملين ايه، واحد عندي ناس هويتها في انديه بقالها 100 سنه فانا ازاي تشيل منه الموضوع ده وتحط فيه انتمائك للفيوتشر صحيح. فكنا عملنا ايه، عملنا لوجو في كل حته خليناهم دايما ما فيش تيشيرت عندنا مش محطوط البادج بتاعه وممنوع اي حد يلبس تيشيرت حاجه تانية. اتنين فصلناهم عن العالم شويه، يعني ايه مفيش مداخلات، مفيش تلفزيون، ده حقيقي مفيش كابتن مش عارف ايه للاسف. للاسف كابتن عبد الظاهر بتتعبنا معاك كل شويه زمايلي يجوا لي هو احنا اتفقنا او يعني في حد موافق انه يخش بس الكابتن عبد الظاهر مش عايز، فانا ايه اروح بالعشم اقول بقى كابتن عبد الظاهر حبيبي يعني بقى فهقول للكابتن عبد الظاهر فهيدخل لي فلان اكلم كابتن عبد الظاهر يقول لي لا يا كريم والله مش عارف ليه يا كابتن عبد الظاهر ده احنا حبايب. قال لي والله العظيم ده نظام، اول ما بيقول لي نظام انا ما بعرفش اقول له جمله بعدها خلاص. انا احترم اي حد بيعمل نظام حتى لو ده على حساب شغلنا الاعلامي، بس هو راجل
النظام اللي بينجح بيه يعني. هو فده نشهد عليه هي يعني. عمليه ان انت تنظيم بس ان صح. انت ما تبقاش ان انت كلاعب انا ببص دايما للنادي الاهلي ونادي الزمالك والانديه الكبيره ايه اللي بيحصل فيها أه. طب انا لعبت فرقه كبيره انا لعبت حتى لو هو مش عارف كده انا اعرفه صح انا اعرفه صح. دخولك لازم يبقى بنظام وهتقول ايه وليه وعشان ايه فهتلاقي لما حد بيجيب مثلا 3 جوان او يجيب اسيست او بتاع في ساعتها بقى اطلعه عشان ده حقه صح ده واحد لازم يتشكر صح. ده واحد لازم التاني لا لسه لسه ما جاش وقته في واحد بيعرف يتكلم في واحد ما بيعرفش يتكلم دي نقطه مهمه مهمه جدا وانت اللي بتحسب ده يعني بالظبط ده ينفع يطلع وده ما ينفعش يطلع وبعدين بيتخصم منهم ايوه بيتخصم يعني بعد ما بتطلعه بيخصم لا لا بص احنا 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 متفقين من اول يوم ان ده بيتك ينفع تطلع اسرار بيتك لا طبعا ما ينفعش تطلع اسرار صح. بيتك الموضوع ده خد مننا وقت طويل جدا وخناقات وحب وطبطبه وكل حاجه انت عايز تقولها تعملها بابنك ابنك او اخوك الصغير بتعامله كده لكن هم اللعيبه عرفت ان في حدود صحيح. خلاص لحد هنا هتروح الحته ديت مش هيبقى الموضوع كويس صحيح انا هروح لفاصل يا كابتن عبد الظاهر وبعد الفاصل هسالك سؤال مهم جدا فيوتشر بقاله سنتين وفي السنتين هو محور حديث اي سوق انتقالات كل الناس عينيهم على لاعبي فيوتشر كل الناس لله. عايزه لاعبي فيوتشر بعد هذا الفاصل الكابتن عبد الظاهر سيرد على هذا الامر خليكم معنا انا سالت الكابتن عبد الظاهر الساقي قبل الفاصل فيوتشر بقاله موسمين هو محور حديث سوق الانتقالات كل الناس بص على لعيبه فيوتشر السنه اللي فاتت فاكر لما سالته وين تبيعوا مين وتشتروا مين و فقال لي احنا بنحاول نبني على اللي عملناه فمش ناويين نستغنى عن لاعبين بس السؤال التمهيدي اللي هساله له دلوقتي حصل ولا ما حصلش حصل طبعا. بس السؤال بقى اللي جاي دلوقتي ده وانت في الموسم الثاني احنا بنتحدث عن نادي المفروض ان هو نادي استثماري المفروض بتبيع وبتكسب وبتشتري وبتعمل الكلام ده كله مش بما انك بتشتري لاعبين بما انك بتجدد في الفريق مصدر دخل مهم جدا هو طبعا. ايضا بيع اللاعبين المهمين اللي انت عملتهم وعملتهم بالظبط الاسد بتاعك هل بتفكروا بالطريقه دي ولا اللي هو لا 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 سيب اللعيبه زي ما هي واشتري عليهم ومش مشكله بقى ونبقى نشوف الفلوس هنجيبها كل الافكار مطروحة على الترابيزه كل الافكار مطروحة كل حاجه مع يعني الموضوع بس يا كريم بس انا ما بحبش النادي اللي يقول لي ايه لا لا انا ما بعش ليه ما ينفعش تجيب فلوس منين ما ينفعش تبقى في السوق وما تبيعش وتشتري بالظبط كده تبقى انت صامت بالظبط لا وهتخسر لا وبعدين انت هتفضل كده لكن امتى وامتى ايوه ومين رايح ومين جاي أيوة. ده الشيء المهم جدا لو انت عايز تستمر تبقى في نفس الموضوع لان لما قعدنا مع مجلس اداره اول مره او انا قعدت كنت انا اول واحد موجود ايه الهدف ايه الهدف ما هو انت هتقول لي التارجت بتاعك يعني المربع ده له شغله المنافسه دي له شغلها المركز السادس والسابع والثامن وان انت تفضل في الجدول له شغله صحيح المنافسه على الهبوط لها شغلها تمام فاهمني تمام البادجت نفسه له شغله تمام فانت هتديني كام عشان اعمل ايه صحيح فاهمني صحيح فكان الاتفاق في الاول ان احنا لا احنا عايزين نبقى فرقه كبيره موجوده في المربع دايما صحيح اشتغلنا على هذا الاساس اشتغلنا ما بين رؤيه عين كويسه للمستقبل واشتغلنا الناس لها تاريخ واشتغلنا لناس عندها هدف تكبر وتروح منتخب مصر وتشد الفرقه لقدام عشان كده اختلاف الاهداف دي كلها هي اللي سببت النجاح اللي موجود زائد ان انت قائد السفينه الكابتن علي ماهر وجهازه حد حدث ولا حرك في الطموح صحيح حد يعني بص يعني بنحاول نفرمله مش حد يعني هو عاوز ياخد الدوري يعني عايز ياخد الكاس عايز ياخد كاس الرابطه يعني عمره ما دخل للعيبه وحط في دماغه ان احنا رايحين نتعادل مستحيل الكلمه دي مشطوبه في قاموسنا في النادي صحيح ما تبقى موجود لكن حاليا الموضوع ده مطروح بشكل كبير جدا جلسات واخد رايه وفي الاخر خالص في ناس بتقع في الفخ ده
وانت شغال مهما كان البوزيشن بتاعك في حاجه اسمها ملاك النادي. يعني أيوة. في حد اسمه صاحب النادي. ايوه صح كده. فانت فكر وشغل وعرق ومكانك كل حاجه. بس صاحب المكان ده كان عامله اصلا عشان يكسب. بالظبط كده. صح ولا مش صح؟ الناس بتبقى فاكره ان الناس بتعمل الانديه دي للواجهه مثلا. لا لا خالص. بصرف فلوس وعايز اكسب. على فكره حتى لو انا اسيو لك ايه النادي ده بتاع شخص غني جدا. طب ما هو الشخص الغني ده برضه مش عايز يرمي فلوس، هو عايز يكسب فلوس. يعني الشخص ده غني عشان مستثمر. بالظبط ايوه نقطه مهمه جدا. يعني فاهمني عشان مستثمر. ان هو بيحب بالعكس ده هو الغني ده او المستثمر ده ما بيحبش يخسر فطبيعي بيحاول. فانت والمدير الفني صحيح. بنقعد بنحط 1 2 3 4 في الاجتماع وفي الاخر خالص ده قرار اداره وده قرار صحاب النادي. صح. ممكن احط نفسي مكانك للحظه واشرح حاجه للساده المشاهدين. ان انت مثلا ممكن يبقى عندك لعيب مهم جدا موهوب جدا وصنع في فيوتشر يعني او يعني تالقه صنع في فيوتشر زي مثلا محمد رضا بوب. فناس يقول لك ايه هو فيوتشر هيستعنى محمد رضا بوب؟ ما هو ممكن هو انت قاعد في الترابيزه اللي هي بتاعه الاجتماعات دي انا بالاستغناء عن محمد رضا بوب دوت هجيب 1 2 3 4 5 واكسر بيه الدنيا وابني بنا جديد. فالناس تبقى فاكره انه ايه ده فيوتشر كده بيدمر المشروع بتاعه لما يسيب اللعيبه المهمين. ده ممكن يجيب اهم. انت مهما كان رايك مهم وعمود في النادي وكمدير فني وعمود في النادي وعايزين نكمل نجاح وعايزين نكمل في الطريق اللي احنا وصلنا له وكل الكلام ده كله وانت ممكن تكون انت تعبان بس مش انت اللي دفعت فلوس. صحيح. صح ولا مش صح؟ صحيح. فانت في الاخر خالص انت بتقول رايك وتتمسك بيه وتقول سبل النجاح 1 2 3 4. 2 ايه رايك في السوق السنه دي؟ السنه دي في ندرة في اللعيبة بشكل غير طبيعي. 100% غير طبيعي. يمكن ألامس ده لما بتيجي تقول إيه البديل. هي دي بقى المشكلة اللي تقابلك كريم في شغلك. مش الموجود مش فلوس بقى رايحة ولا جاية. لا لا خالص خالص. أنت في لعيب خرج مهم فأنت محتاج تعوضه بكواليتي زيه وممكن يبقى أحسن كده. ما أنا برضو كحد أنا هدفي في الآخر ميزانية والنت بروف أو المكسب بتاع المستثمر نحط له فيه رقم اكبر بكتير من اللي دفعه. صح. صحيح. في واحد بيدفع ويرجع راس المال بتاعته بعد سنه. صحيح. ولا 2 ولا 3 ولا 4. صحيح. طب لما اعمل لك او نعمل احنا كلنا الطبخه دي كلها وتجيب راس مالك في سنتين انا ناجح. بالظبط. صح ولا مش صح؟ بالظبط كده. بس عشان بس في تفكير مختلف في حاجه مختلفه احنا. صح. بس بنفكر فيها مش عايزين ترند ونمشي وراه. صحيح. هو الموضوع شغل وشغل. صحيح. كبير جدا. صحيح. وفي أندية كبيرة بتدور على بطولات ومضغوطة من جمهورها ومضغوطة ان الاسم ده لازم يكون عندها. صح. ومعظم الناس بقت فاهمة. يعني معظم الجمهور بقى فاهم الموضوع. صح. بقى فاهم ايه الحلقة المفقودة. في ناس بقت دلوقتي بقابلها في الشارع وربنا بيتكلموا كلام فني في ناس تعجز انها تقوله. ناس اداريين يعني اقسم بالله ناس تدير انديه. والله العظيم ثلاثه. فالموضوع مختلف تمام. صحيح. لكن الموضوع ده تمام يعني في خلال ايام ممكن. طبعا متداول جدا وخلال ايام هتسمع يعني. طيب. وتسمع لا استنى خلال ايام. معلش استنى عشان ايام. لا بس هسالك على حاجات وجاوب حتى لو حتى هترفض الرد بس لازم اسال الاسئله دي بما ان الساده المشاهدين شايفينك دلوقتي. اتفضل. زي محمد رضا بوبو اسم تم تداوله خلال الايام الماضيه بشكل كبير جدا وكل الاعلاميين وكل الناس تحدثوا انه الاهلي توصل لاتفاق مع فيوتشر بخصوص محمد رضا بوب. فجاه الموضوع ده هولد سكوت تام ومفيش محمد رضا بوب. محمد رضا بوب مكمل مع فيوتشر رايح الاهلي والناس اللي على الجنب بيخشوا يقول لك ايه لا ده ممكن يروح الزمالك. الكلام اللي مع الاهلي وصل لحد فين؟ انا معلوماتي انه الاهلي اكيد اتكلم مع فيوتشر. دي معلومات اللي عندي من ناحيه الاهلي. من ناحيه فيوتشر ما اعرفش الوضع. هو تواصل الانديه بتبقى مع الاداره دايركت مش بتبقى معانا شخصيا. انا مش متخصص انديه. اتفقنا ان انت مدير رياضي. انا راجل مركز في حتتي. اللي هو المدير بتاع المكان. اللي بيدير المكان. مع الكابتن علي. أيوة. شو احتياجات المدير الفني ايه اللعيبه ايه كل ده اتخيله. كصفقات انا والكابتن علي بنروح نقعد واحنا بنفكر في كذا. ايه رايكم كابتن عبد الظاهر؟ ده حصل معانا في السنتين. انا هقول لك ماشي. انا هقول لك تمام. الموضوع ده اتطرح مش السنه دي بس من السنه اللي فاتت. حلو. والنادي الاهلي كان محتاج عمر كمال ورضا بوبو وكل الكلام ده كله. لكن الموضوع وصل فين؟ ان النادي الاهلي
اقول لك هو النادي الاهلي بيفكر ازاي. النادي الاهلي بيفكر في كل مكان، هو من اكتر الانديه منظمه. يعني ما بيجي يجيب لعيب، احنا متابعين الاسلوب ده برضو، بجيب واحد واثنين وثلاثه، فانا برشح للمدير الفني ثلاثه بنفس المواصفات. صحيح. فالمدير الفني يقول له اه بس ده رقم واحد عندي وده لازم تمسك فيه، لما افشل ترجع لي. فاهم. فانا اروح اعمل ايه؟ اتفاوض وفلوس تتحط لي اكتر يعني حاجات كتيره جدا اعملها وانا مش قادر اجيب رقم واحد عندك. فاقول لك لا معلش، رقم اتنين مين؟ عشان انا مش انا مش قادر اجيب رقم واحد. فاقول له رقم اتنين ماشي. فشلت في رقم اتنين، فبقول لي رقم تلاته. فاقول له خلاص انا عرفت اخلص رقم تلاته. وفي احنا معانا، انا كشخصيا بشتغل على التلاته. فاهم. بمضيهم كلهم. وفي الاخر خالص مدير الفني يقول لي سيب ده وما تسيبش ده. هو شغله في الاخر. صح. لان مين اللي هيشغله؟ هو. صح. فانا بجيب الثلاثه. وفي مره جبنا ثلاثه وفي اتنين اتعاروا واحد قعد. اصلا طبعا. انا لازم اوفر له عشان الناس ما تتوهش مني. محمد رضا بوبو موقفه ايه؟ لسه في اللي جاي يعني يعني بعد بكره بتاع ممكن يعني في في المرحله الاخيره مع الاهلي. لا مع مش مع يعني لا لسه ما يعني في المرحله الاخيره في الحسم بتاعته مش بتاعتي. هو اتفاق ان في هيبقى يطلع مؤتمر صحفي هنطلع نقول 1 2 3. طيب ده اللعيبه اللي هنشتغل بقى. انا عارف ان انت كده كده هتوديني ويمين فوق وشمال وهنتوه مع بعض عشان عمالين يقول لي كريم يسالوا على فلان فلان. انا كده كده عارف القصه. بس اللعيبه المعاره يعني زي كريم نيدفيد، كريم نيدفيد مكمل مع فيوتشر ولا ماشي؟ اتمنى انه يكمل مع فيوتشر. تتمنى يعني من الشخصيات يعني الجميله اللي لازم يعني شخصيات اللي انا بحبها جدا. عرفنا الحمد لله نديره بشكل كبير جدا. عرف الكابتن علي ياخد منه احسن حاجه مع طبعا الـ 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 الاصابه بتاعته، فقدرنا ان احنا نتعامل معاه. الشخصيات المحترفه انتوا قعدتوا كريم نيدفيد لحياه الكوره. الحمد لله يعني الحمد بصراحة فضلا يعني لا وهو كمان اكيد طبعا يعني الكابتن علي. انا اقصد المكان جد. المكان ساعده على ده يعني. المكان ساعده بشكل كبير جدا، فكان مبسوط معانا جدا. وكان مبسوط. لكن في الاول والاخر هو بتاع النادي الاهلي. النادي الاهلي فهو رجع النادي الاهلي، هو وسعد سمير ومصطفى البدري. الثلاثه. ايه بقى اللي هيحصل؟ اللي احنا سامعينه ان هو هيكمل. الراجل عايزه يعني، الراجل عايزه بشكل كبير جدا. ككريم نيدفيد. وخلاص تمام يعني. لو هو كمل في الاهلي خلاص، هو طبعا هتبقى رغبته الاولانيه طبعا نادي. ده اللي جالكم انه كريم هيرجع الاهلي؟ هو رجع خلاص. اقصد يعني هيكمل لحد الان. لحد الان هو مكمل. لكن لو النادي الاهلي فكر او اي حاجه، هو انا شايف ان كريم ذات نفسه هو اللي هيختار فيوتشر. هو اللي هيختار فيوتشر. لو الاهلي قال له مش عايزك، لو الاهلي قال له انت ممكن نطلعك عار. انا عارف كده ان كريم وان هو عارف ان كريم بس. كريم بس نيدفيد. عشان سعد مش هيكمل. لا سعد هو مش هيجي فيوتشر. لا سعد مش هيكمل. فيوتشر. ومصطفى البدري برضه نفس الحكايه. مصطفى برضه مش مكمل. مصطفى البدري نفس الحكايه. مش مكمل. مش مكمل. وعمر مكمل ولا لا؟ عمر كمان عبد الواحد. لا عمر. عمر شفت حتى مع كابتن سيف كان هو ما عندوش مانع انه يسمع اهلي وزمالك و... بص خلي بالك انا مش بتضايق من المواضيع دي خالص. يعني انا في ناس تقول لك لا انا 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 بحس بنجاح غير طبيعي. ان احنا الحمد لله فضل ونعمه ان احنا عندنا الماركت، عندنا السوق. لسه يعني عندنا السؤال اللي بدات. السؤال انه أيوة فيوتشر هو كده. محور الحديث ده يعني. فهو انت عايز تجيب لعيب منين؟ روح عند فيوتشر هتلاقي عنده لعيب كويس. احنا عندنا مفيش لعيب تقريبا. تقريبا ما عندناش لعيب ما جالوش اوفر. والحمد لله الحمد لله من الانديه اللي بتكلم، الولد بيكلمني يقول لي حصل معايا 1 2 3. طب محمود مرعي برضو ما جاش سير برضو. مهند لاشين انا جاي لك بقى. ايه رايك احنا طب كفرقه ما عندناش حد ما جالوش نادي حلو. محمود مرعي اهلي برضو. محمود اهلي وبيراميدز وكل حاجه. كل الانديه كل حاجه واحتراف بره. مهند احتراف بره وبيراميدز واهلي كل حاجه. يعني لا استنى ما تقوليش كلام وخلاص. مهند اهلي كمان. لا 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 انا مهند على يدنا. انا احتراف. احتراف. طبعا احتراف خليج. طبعا خليج. لا لا انا مش خليج. اوروبي. اوروبي. طيب مين من اللاعبين عندك تاني ممكن يطلعوا في اوروبا؟ يعني ممكن نشوف كام لعيب من فيوتشر الموسم الجاي في اوروبا؟ انا عارف انت بقى اكتر واحد هتقعد مع اللعيبه دول. انت نفسك طبعا يكملوا في فيوتشر،
بس اكتر واحد هتلعب في دماغهم في موضوع لا ربع. انا اكتر واحد اتمنى يعني. ان انا اصدر بره. ايوه انا اكتر واحد بزعل لما حد يمشي ويرجع تاني. ده بحاجه بتؤلمني يعني. فانا ما بالك بقى لعيبتي. انا اكتر واحد ببقى فرحان فيه يعني. وده ان شاء الله اللي احنا شغالين عليه بشكل كبير جدا. اتنين انا عايز اكسب برضو اكتر عمله تانية وفلوس تانية خالص تماما واعاده بيع وكل الحاجات دي موجوده فاهمني. فانا مبسوط جدا. اللي افهمه من كده ان انتوا داخلين سوق الانتقالات ده بقوه. الناحيه الثانيه بقى ما هو انت لو هتستغنى يبدو كده ان انت لقينا على لعيبتك كتير فانت محتاج تشتري برضو كتير. ما هو ده بقى عشان تعمل ايه صح. انت هتمشي هتجيب مين؟ هتقعد تدور؟ لا احنا مش مدورين احنا موجودين. انت مخلصين؟ احنا مجهزين. انت مخلصين؟ انت لسه قايل دلوقتي بتمضي بالثلاثه. ما هو في الاول والاخر ايه الاونر او صاحب المكان هيقول ايه؟ هندوس على الزرار الثاني يعني. مش معقول هنمشي كل الناس. طب انا رايح كونفدراليه صح طبعاً. زي ما انت رايح الكونفدراليه وابطال افريقيا انا كمان رايح كونفدراليه انا عايز اوصل برضو لابعد مكان صحيح. موجود صحيح. فانا محتاج لعيبه برضو صحيح. يعني لا الا بقى خلاص يبقى احنا لو بعنا القوام الاساسي وجينا نبني تاني مش هنقدر. يبقى احنا خلاص يبقى احنا بقينا نادي عادي. يبقى احنا خلاص حتى اللي قاعد هو خلي بالك اللي مهند بقى قوي بنيدفيد وغنام. ايوه جنش كان جود طارق طه وراه. باسم علي 34 سنه وبيكتشف نفسه عندنا عشان طبعًا. كان عنده عمر كمال وكان عنده هشام وكان عنده محمود شعبان ليله في الباك رايد دي وقدر الحمد لله ان هو كابتن علي يكتشف منه حاجات يخليه باك رايد ويخليه سنتر باك كمان لما حصلت الغيابات الكتير. رضا بوبو موجود ناصر ماهر نفس الازالتين وعبد الكبير الوادي واحمد رفعت فهمني. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. محمد رضا بوبو. محمد رضا بوبو جوه حبيبي ده البوب. جوه قلت اللبس عامل ازاي؟ يا لهوي فاكهه بس في كلام كده اتنشر يقول لك خد بالك محمد رضا ده عايز اسلوب خاص وتعامل. اقول لك على حاجه ده دمه خفيف بطريقه غير طبيعيه. انا عايزك بس تتفرج على الانستجرام بتاعه او مثلا وهو بيحط على الواتساب بقى حاجات اللي هي بتاعه الميكروباصات دي اللي هو مش عارف ايه ما تبصنيش بعين رضيه بص. طبعا انت بتجيبه هو قاتل في الحاجات دي. طبعا انت بتجيبه يبقى في حاجه. لا 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 قول لي بس مين اللي قال لك والله كابتن اللي مؤلفها. بس هو مش اللي هو العصبي ولا الايجو عالي ولا الكلام ده كله. لا خالص خالص غلبان خالص تمام الشرقيه يعني ووالدته ست محترمه جدا واخواته لا 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 طيب يعني لا حد يعني انت عارف اللي انت لازم تحبه اصلا يعني موهوبه كابتن عبد الظاهر. لا 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 موهوب جدا فطره بس هو كان جاي بقى طبعا الكابتن علي تعب معاه جامد جدا كان جاي من وادي دجله وكان عشان اللعيبه الكبيره تعبت معاه بشكل كبير جدا سعد وجنش والناس دي برضو نفس حكايه يجي لي بالوزن كنا مسعرين الكيلو بكذا فلا احتاج شغل كتير طبعا شغل كتير جدا يعني عاطف كمان حاجه حدث ولا حرج عاطف ده من الناس الموسم اللي فات كان حظه وحش شويه في الاصابات بس الإصابات. هو مميز جدا مميز جدا يعني ختم الموسم حلو عشان ما ليه حقيقة. طبعا لا ايوه كنا كنت بقعد معاه اقول له بص الناس ما بتفتكرش اول السيزون الناس بتفتكر اخر السيزون صح صح فلو انت فنشت كويس انت كل اللي انت ضيعته ده هتلاقيه في الماتشات اللي زي دي اتنين صح. ربنا كرمنا باهلي وزمالك اخر السيزون ففرصه ان انت تنهي كويس قدام فرقتين كبار صحيح. لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل نواصل مع الكابتن الكبير كابتن عبد الظاهر الساعه خليكم معانا. يا رب حضراتكم مره اخرى لسه مشرفني ومنورني النجم الكبير كابتن عبد الظاهر الساعه المدير الرياضي بنادي فيوتشر. مين تاني هتبقى ومين تاني هتشتروا قبل ما نروح للبيت؟ احنا اشترينا منه كتير وبعنا منه كتير كله اتباع وكله اتشرى وعملنا كل حاجه. يعني هقول لك حاجه نقولها باختصار انتوا ناويين تخشوا سوق الانتقالات تشتروا كام لعيب او تتعاقدوا مع كام لعيب؟ طلبات الكابتن علي ماهر ومع المدير الرياضي ناويين تعملوا تدعيمات قد ايه؟ عدد مش لازم اكتر حاجه مركزين عليها الاجانب. الاجانب عايزين تعدوا الاجانب احنا عايزين الحته دي بتفرق مع اي نادي صح. يعني لو انت عندك الخمس اجانب بتوعك كويسين لا عايزين حد بكواليتي جوناثان وعبد الكبير هايل يعني عايزين حد كده عايزين حد فده بندور عليه.
فكره في معلومه كتير الناس ما تعرفهاش ان جوناثان ده واخد كاس امم افريقيا طبعا في 2017 لا لعيب دولي طبعا بالمناسبه يعني واخد كاس امم يعني اللعيب الاجنبي الوحيد اللي في مصر واخد كاس امم. انا بقول لك من احسن الباكات ليفت شفتها تقريبا صح. في حياتي صح. دفاع هجوم لا لا امكانيات قدرات عبقريه امكانيات صح. رهيبه يعني صحيح الصراحه فارق معانا بشكل كبير جدا. طيب رايح على شمال افريقيا احنا واضح انه تجربه شمال افريقيا دي نجحت معانا في الدوري المصري اللاعبين اللي بيجوا من شمال انا نجحت معايا شخصيا في سيف الجزيري صحيح. لما جبته في طنطا طبعا فاهمني طبعا انا بحبهم جدا ليه محترفين اتنين بيدخلوا في الفرقه بسرعه يعني بياخدوش وقت وده شيء مهم جدا ان انت ازاي لعيب جديد خلي بالك ممكن لعيب كويس جدا بس جه مش عارف يتاقلم صح ومش عارف يدخل صح. مش عارف يفهم الكونسبت بتاعك الفلسفه بتاعتك عايزه عامله ازاي ففي بعض الاجانب ما قدروش ينجحوا معانا فدي بنفكر فيهم بشكل مختلف يعني ندوره. عايز اسالك انت بقى سؤال ليك انت كابتن عبد الله السقا. كابتن عبد الله السقا هو لعيب كوره وهو مدافع قوي جدا وشرس جدا وهو بيلعب كان هادي جدا في اي مشاكل بتحصل في الملعب. دي السنه بقى شفتك بتعترض كتير وانت على الخط على غير العاده شفتك عاصبي جدا على غير العاده يعني اصلا ما بشوفكش عصبي حتى في التعامل الشخصي مع الناس وحواليك في موقف يتطلب ان انت لازم تكون عصبي بس لو طلعت بره من طلعت بره شعورك ولا انت بتحاول تبقى تبان عصبي لا لا خالص انا الحمد لله فضل ونعمة يعني ربنا عطيني الهبال ان انا بقدر اتحكم في نفسي بشكل كبير جدا بس الموقف ده عايز عصبيه ايه الموقف اللي انت عرضته اي عصبية. موقف هتلاقيني متعصب فيه هتلاقيه يستوجب ان لازم اكون في عصبيه يعني مش لازم تروح فرح وما تبقاش بتضحك ولا رايح عزا لا بس اقول حاجه انت يعني مثلا في موقف لازم تطلع تطلع تدافع عن حق الفرقه جوه الملعب او وانت مسؤول عن المنظومه او مسؤول عن الجهاز ده ان مفيش ولا لعيب بره او مدرب او مدير فني او مدرب تاني يتاذي ممكن انت تتاذي وهو ما يتاذيش بين قوسين ده اللي بيسموه الضغط على الحكام في بعض الاحيان بتضطر تضغط بضطر ادافع عن حقي وبضطر ان في بعض الاحيان ان في فرق تانية بتعمل كده فلا استجابه الله ليه فاهمني عشان كده انا من رايي ان من اكتر حاجه لازم تهتم بيها الرابطه واهم حاجه انها تهتم بيها اتحاد الكره هو تطوير الحكام بجد اخواتي واخواتي الكبار واخواتي الصغارين بس بامانه صعبانين عليا ان مفيش حد بيديهم حاجه ان احنا لازم يكون عندنا قامات في الحته ديت موجودين بحبهم جدا خلي بالك احنا صحاب جدا بره الملعب لكن فعلا لازم الحته دي تتطور بشكل كبير جدا صحيح وما عنديش مشاكل مع حد خالص تماما يعني كل الناس وساعات بتاخد كده انا في الوش تاخد ازاي يعني انا اللي بتاخد يعني عشان انا اللي انا المتصدر يعني انا المتصدر كابتن عبد الظاهر انت دايما بتشرف ودايما بتنور حوالينا الله يخليك شاكر جدا بتضايق بحس الوقت عمال ابص على ساعه الوقت خلص بسرعه بتهزر يعني. والله خلص ايه ده لا انا متفق خلينا على 6 ساعات انا واخد فلوس اكتر من الطبيعي لا فلوس ايه ده لسه بقول لكم فطرني ومغنيني ومعشيني يعني حبيبي يا كريم كابتن عبد الظاهر منور الدنيا ومش انا سعيد ان انا معاك بجد والله يا رب يخليك انا بتاسف لك انت والتيم بتاعك لان فعلا في فتره من فترات كنت بخيل شويه على البرنامج لكن تبعينك ودايما احنا متفقين على دوت ان ادام في نظام وسيستم احنا نحترم النظام انا بس عايز اقول كلمه اخيره بس فضل. للناس فضل. لان انا بتبعت لي رسائل رخمه شويه عايز اقول يا جماعه كل واحد حر في ناديه مش معنى ان انا بتصرف في ناديه حاجه ان انا ضد حد لا ممكن تشرح الاول يعني ايه رسائل رخمه يعني مثلا ايه انتوا مش هتبيعوا لنا فلان انتوا عايزين تودوه احنا مشروع عارفين الحمد لله احنا بنعمل ايه عشان احنا مرتبين خطواتنا فاحنا مش ضد حد ولا بنشتغل لحد ولعبتنا ديت اغلى حاجه عندنا هو راس مالنا راس مال اي نادي اللي عايزه فده عشان تفرط في حد لازم واحد مصلحتك صح مصلحه ناديك بتحطها في المقام الاولاني صح. في شويه اعتبارات بنحطها وعلى فكره لو في اي نادي تاني هيعمل نفس اللي انا بعمله طب ممكن اسالك سؤال يلخص القصه دي كلها فضل.
انتوا بتحبوا نادي على نادي اخر خالص تماما يعني يعني تحب تتعامل مع نادي وتحبش تتعامل مع نادي اخر؟ لا لا ليه ليه صح؟ انا كلهم صحابنا وكل اللي ماسكين صحابنا وكل بتاع، لكن على كل نادي انه يحارب على مصلحته صح وبس وبس صح كده. اه طبعا كابتن عبد الظاهر نورت الدنيا. شكرا جزيلا. شكرا كابتن عبد الظاهر. ده كان ختام حلقتنا النهارده، الحلقه الرائعه مع الكابتن الكبير كابتن عبد الظاهر السلام، مدير الرياضي بنادي فيوتشر. ختام حلقه رقم 10 النهارده، اشوفكم يا رب على الف خير.